عليه. طيب اذا كنا احنا كمولين محرم الصلاة الاطباء حميم ايا كان كانش بعرف يكتبوا بركه، ما بعرفش يقدموا بركه لانه هيكتب ايه في الجدول ده وفي الجدول ده وفي الجدول ده. طيب فما بالك النهارده مش هي ماموريه، القصه دي انتهت. الدكتور اسامه يروح الماموريه يقول انا عايز اقدم للقانون الضريبي، لا ما عادش هيحصل ده. لما يروح الماموريه يقول انا عايز اقدم للقانون الضريبي بتاعي يقول لا اتفضل حضرتك قدم اقرارك الضريبي بنفسك اونلاين. من العياده بتاعتك من المستشفى قدمه اونلاين. طيب الدكتور اسامه في الوقت ده هيعمل ايه؟ عشان كده احنا جينا النهارده لخدمه جميع الاطباء، خدمه جميع اعضاء النقابه. اللي عايز يقدم اقراره هنعرفه يقدمه ازاي، اللي عنده مشكله ضريبيه يقول لنا هي فين واحنا هنحلها له ان شاء الله. القصه مش بس اقرار ضريبي الكترونيه وبس، لا. اذا الدكتور خالد اللي يدار المحاضره بالمركز هيتفضل مشكورا دلوقتي يقول لنا هنقدم الاقرار الضريبي الالكتروني بتاعنا. هو طبعا الموضوع هيبدا هيشوفه في بدايه الامر حاجه كبيره، لا ده والله اشكي يا حاجه سهله. احنا هنسجل على موقع مصادر الضرائب، افتح نفس الصفحه دكتور اسامه مثلا، دكتور امان او اي حد من الساده الاطباء، افتح نفس الصفحه على موقع مصادر الضرائب، ثم يقدم الاقرار الضريبي بتاعه. دكتور خالد هيورينا ازاي دلوقتي هنقدم الاقرار الضريبي بتاعنا ازاي باختصار شديد جدا. حضرتك هتسجل وتنشر على الصفحه بتاعت النقابه، ماشي. ما كانش الدكتور خالد برضه عنده صفحه جايب بالتفصيل ممكن هيعرفكم عليها اثناء النشر. ماشي، واي سؤال في اي حاجه ضريبيه سواء كان في الاقرارات او في مشكله ضريبيه احنا تحت امرك. قانون الاجراءات الضريبيه اللي صدر في 19/10/2020 اللي هو يعني تقريبا الشهر اللي فات، صدر القانون رقم 206 لسنة 2020 اسمه قانون الإجراءات الضريبية، بينظم العملية الضريبية وعمليات الربط والتحصيل وتقديم الإقرارات الضريبية والتزامات الممولين والتزامات المصلحة تجاه الممولين. ألزم جميع الممولين بتقديم الإقرار الضريبي خلال الثلاث أشهر الأولانيين من كل سنة بالنسبة للأفراد اللي هو زي حضراتنا كلنا أفراد، ألزمهم بتقديم الإقرار والا هيكون في غرامه بتبدا من 3000 ل 200000 جنيه. المستشفيات طبعا. فبالنسبه للمستشفيات اللي هي الشركات هيبقى نهايتها 30/4، يعني الافراد 31/3 والشركات 30/4. الزم القانون بتقديم الاقرار الضريبي ضروره تقديمه قبل ميعاد نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الفردي او الشركه، والا هيبدا يخضع في 60 يوم التاليين لتاريخ انتهاء اجل الاقرار اللي هو مثلا 31/5، هيبقى غرامه من 3000 جنيه ل 50000 جنيه. ال 60 يوم اللي بعدها غرامه من 5000 ل 200000 جنيه، فاصبحت الغرامه كبيره جدا على عدم تقديم الاقرار بصفه عامه. طب تقديم الاقرار لازم يبقى الكتروني. طب عشان اعمل الاقرار الالكتروني موجود مطلوب منه بعض المتطلبات اللي لازم كلنا نعرفها ونكون جاهزين لها. طبعا اي اول متطلب او اي واحد ملزم انه يقدم اقرار ضريبي من المنطق كده انه يكون عنده ايه؟ ملف ضريبي ورقم تسجيل ضريبي. احنا دلوقتي ما عدناش بنتعامل في مصلحه الضرائب المصريه برقم الملف اللي هو كان مثلا يبقى 1/1/710/5/6، لا ما عادش الكلام ده. احنا الرقم الاساسي دلوقتي اللي احنا بنتعامل بيه في اي معاملات خارج مقر الماموريه هو رقم التسجيل الضريبي اللي هو مكون من 9 ارقام اسفل يمين البطاقه الضريبيه الالكترونيه. حضراتكم كلكم طلعتوا بطاقه ضريبيه الكترونيه ولا ما فيش لسه؟ كله البطاقه الورقيه. البطاقه الورقيه كان بيبقى موجود عليها فوق على اليمين من فوق الكارت ده بيبقى تحت اخر 9 ارقام من تحت، ده رقم التسجيل الضريبي. ده اول اساس بالظبط كده، ده اول اساس ليا في تقديم الاقرار الضريبي اللي هو ال9 ارقام اللي موجودين تحت دول. ال9 ارقام اللي موجودين تحت دول 9 ارقام اسمهم رقم التسجيل الضريبي، هو ده اساس التعامل دلوقتي لاي ممول مسجل في مصلحه الضرائب المصريه ايا كانت بقى دخل او قيمه مضافه. الرقم ده بمثابه الرقم القومي للملف الضريبي، يعني زي ما احنا كلنا لنا ارقام قوميه هو ده الرقم القومي، استحاله يتشابه من ممول لاخر. يبقى الرقم ده استحاله ايه؟ يتشابه من ممول لاخر لانه محطوط بعمليه احصائيه اكتواريه ما بيتشابهش مع اي حد تاني. فالرقم ده الاساس عندي، يبقى عشان اسجل لنفسي حساب على مصلحه الضرائب المصريه لازم يكون ايه؟ معايا الرقم ده. اللي لسه على الورقه موجود قدامه على اليمين رقم التسجيل الضريبي، مش عارف يوصل له او مش معايا البطاقه الضريبيه حتى الورقيه، بعض الناس لانهم ما بيستخدموهاش كتير فكان بتوه منهم.
ماشي، فممكن يروح المأمورية يجيب رقم التسجيل الضريبي. يبقى إذن اللي معهوش رقم التسجيل الضريبي يقدر يروح المأمورية يقول لهم لو سمحتوا ادوني رقم التسجيل الضريبي، أو يطلب تجديد البطاقة عشان يبقى معاه البطاقة الجديدة. لو عدى على البطاقة الورقية 5 سنين بيطلب تجديد البطاقة دي، والبطاقة دي بالمناسبة مدتها برضو 5 سنين زي البطاقة الورقية، يعني كل 5 سنين المفروض بنجددها. طيب يبقى إذن لو احنا بنتكلم النهاردة على متطلبات التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية، بنقول إن أول طلب يكون معايا رقم تسجيل ضريبي. تاني حاجة مهم جدا وأنا بسجل على منظومة الخدمات الضريبية في مصلحة الضرائب المصرية، إن أنا يكون ليا إيه؟ إيميل إلكتروني نشط في الوقت اللي أنا هسجل فيه. يعني إيه نشط؟ يعني أكون فاكر اليوزر نيم والباسورد بتاعه. كلنا بنعمل احيانا ايميلات وننسى اليوزر نيم والباسورد، يبقى لازم ادور على اليوزر نيم والباسورد. ليه؟ لان هضطر ان انا افتح الحساب بتاعي وانا بعمل لنفسي اكونت على المصلحه، على صفحه المصلحه، هحتاج ان انا ادخل على اليوزر نيم والباسورد بتاعي بتاع الايميل بتاعي علشان اشوف رقم كود معين بيديهوني، لانه احنا عارفين طبعا المعاملات الضريبيه كلها سريه وممنوع ان حد يطلع عليها الا الممول نفسه او وكيل عنه. فبالتالي هو بيضمن ان صاحب الشأن بنفسه هو اللي بيسجل لنفسه، عشان ما فيش واحد يسجل لحد ويورطه في توريطه معينه في الاقرار الضريبي، لان الاقرار الضريبي مجرد ما بعمل له حفظ نهائي بقى اصبح ملك او مسؤول منه الانسان اللي دخل الاقرار الضريبي ده، صاحب الملف ده. المسؤوليه دي ممكن تعرضه لمشاكل كبيره لو كان في اخطاء جوهريه في الاقرار. فبالتالي عشان يضمن ان الاقرار ان صاحب الشأن نفسه او المول نفسه هو اللي بيعمل الاقرار، لازم يكون له ايميل هنبعت له عليه رساله والرساله هتجيلنا عليه. ثالث حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي تكون موجوده معايا وانا بعمل لنفسي حساب، ان يكون معايا ايه؟ معايا البيانات الشخصيه بتاعتي، رقم التليفون، معايا العنوان بتاعي، لو في اكتر من مقر اكون برضو مجهز المقرات اللي انا هحطها في اكتر من فرع احطها في الملف بتاعي او الصفحه اللي انا هسجلها، يكون معايا الحاجات دي. تالت حاجه يكون معايا فيزا بنكيه، يكون معايا فيزا بنكيه. يعني ايه فيزا بنكيه؟ وطبعا بتتعامل مع الاونلاين. قبل كده كان معظم الفيزات اللي بتطلع ما هياش مهيئه للتعامل اونلاين، فلو مش مهيئه للتعامل اونلاين فيزا قديمه لازم اروح اتصل بخدمه العملاء لاي بنك واقول له لو سمحت فعل لي التعامل بالفيزا بتاعتي اونلاين. مفعله اونلاين اوتوماتيك على طول، تقريبا كل الفيز اللي طالعه من اول 2020 كلها بتشتغل اونلاين، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الحكومه المصريه زي ما بدات اللي قبل كده لو كنت بتتعامل بقى اونلاين شغاله، ما بتتعاملش اطلب خدمه العملاء بتاع الفيزا بتاعتك بتاع البنك بتاعك واقول له لو سمحت فعل لي، هياخد بياناتك الشخصيه ويفعلها لك. فانت يعني انت مثلا لو بتخش بقى سوبر ماركت وبتشتغل خلاص يبقى هي فعاله، ماشي؟ يبقى اذن ايه؟ يبقى معايا فيزا ليه؟ الفيزا ديت احنا زي ما قلنا توجه الحكومه المصريه كل المدفوعات بقت الكترونيه، فبالتالي انا مش هعرف ادفع. اذا كنت انا هقدم الاقرار الالكتروني هدفع يدوي؟ مش هينفع. الاشتراك اللي انا عشان اعمل ليه نفسي حساب على الموقع لازم يكون لي اشتراك، لازم يكون في اشتراك عشان استفيد بخدمات الموقع. الاشتراك ده لازم له اشتراك شهري او سنوي على حسب الظروف اللي هنشوفها دلوقتي. الاشتراك الشهري او سنوي لازم عن طريق فيزا بنكيه، ما ينفعش ادفعه في المأموريه، ما ينفعش ادفعه في البنك. يبقى لازم في فيزا بنكيه لدفع الاشتراك. اما سداد الضريبه لما هنشوفها بعد كده. اشتراك للاستفاده من موقع الخدمات الالكترونيه على صفحه مصلحه الضرائب المصريه. الاشتراك ده الشهري بتاعه بيوصل لغايه 35 جنيه 33 جنيه ونص بالظبط الشهري. السنوي 325 جنيه. امتى بعمله شهري وامتى بعمله سنوي؟ لو انا مسجل قيمه مضافه وبقدم اقرار قيمه مضافه شهريا لازم اعمله سنوي، لان محتاج المنظومه تكون شغاله معايا على مدار السنه. لو انا مش مسجل قيمه مضافه وما بعملش اقرار قيمه مضافه بعمل شهري بس، لان انا محتاج اقدم الاقرار في يوم او في اثنين بس في السنه. يعني عم مجرد ما اجهز بياناتي واقعد على اللابتوب بتاعي واشتغل وادخل الاقرار فمش محتاج اكتر من يوم ولا اثنين. الحد الادنى للاشتراك شهر. الشهر ده تكلفته اجماليها 33 جنيه ونص، لازم تدفع عن طريق فيزا. لازم بنقدم شهر مثلا في اول شهر في السنه. يكفي شهر واحد بس، اختاروا بقى شهر واحد، شهر اثنين، شهر ثلاثه. الشهر اللي انت هتقدم فيه اقرارك اشتغل على الاقرار على طول، ادفع الاشتراك بتاعك. لو انت دفعت الاشتراك في شهر معين وما لحقتش تقدم الاقرار فيه هتدفع اشتراك للشهر الجديد اللي انت هتشتغل فيه. خليك بدري احسن عشان تضمن نفسك. الموقع ما هو انت لو سبت الموقع مفعل هتضطر تدفع اشتراك سنه. ليه انت يعني
هتاخد مني ليه؟ ده هو موقعك انت وانا هو مش موقعك. احنا زي ما هنشوف دلوقتي الموقع بيتعامل مع منظومه البنك المركزي وبيتعامل مع منظومه الفيزا كارت ومنظومه كارت ميزه وبيتعامل مع الاشخاص وبيتعامل مع موقع مصلحه الضرائب. هم خدوا السيرفرات اللي بتتعامل الحاجات دي وبيدفع لها اشتراك زي ما بندفع اشتراك مثلا لاي موقع بنخش نستفيد به، فهو برضو عاملين له اشتراك سنوي بيدفع الاشتراك ده. المفروض يا تاخد مني فلوسه وبس، يا تسيبني ادفع ورق. هو اتفضل اديني الخيار بين دول التسجيل على موقع مصلحه الضرائب ده مجاني. هو تقديم الاقرار بيتم على مرحلتين او على خطوتين. الخطوه الاولانيه انك تسجل لنفسك او تفتح لنفسك صفحه على موقع مصلحه الضرائب ده مجاني. ممكن تدخل تتصفح الصفحه بتاعت مصلحه الضرائب وتشوف اي حاجه انت عايزها وتتفرج على اي حاجه انت عايزها وتستفيد من اي حاجه انت عايزها، ده كله مجاني. طيب لما باجي استخدم خدمات ليا انا بقى، يعني انت حضرتك مثال عايز تعمل اختيار توقف، تعمل اختيار توقف عندي 3 4 5 ايام انك طالع مؤتمر، الخدمات اللي انت بتستخدمها للموقع بقى هي اللي بتدفع عليها الاشتراك، لكن التسجيل على صفحه مصلحه الضرائب دي مجانا على الاطلاق. هو الاستاذ احمد زي ما بيقول الخدمات الصفحه اللي احنا هنسجل عليها ونعمل لنا يوزر نيم وباسورد عليها ليست قاصره على الاقرارات الضريبيه، وانما لو انا عايز محتاج اعمل مثلا توقف، انا كل مثلا بعمل توقفين، معظم الاطباء بيعملوا ممكن اكتر من توقف في السنه، فلو عايز اعمل توقف كنت بعمل ايه؟ يا بروح للمحاسب يعمل لي، يا اما بروح انا بنفسي بروح اعطل نفسي يوم عشان اروح اعمل الاقرار الاختار في الماموريه. لا هنا موجود عندي هنا في على الموقع ان انا اعمله. استاذنك بس الموضوع ده في غايه الاهميه، لان كثير من الاطباء ما يعرفوش القصه دي اساسا. صحيح. واحد راح عمل عمره او راح هنا او اصيب بمرض ما عادش يروح عيادته في مؤتمر او مش كده وبس، او كان بيشتغل فترتين خلاهم فتره واحده تمام، او كان بيشتغل 5 ايام خلاهم يومين او ثلاثه تمام. كل ده لابد من تسجيله لمصلحه الضرائب. صحيح. لان المحاسبه بتختلف وبتفرق كتير جدا. ما في باشا صح، ما في باشا بتفرق كتير جدا في المحاسبه. اتفضل. حاجه اسمها القيمه المضافه، القيمه دي يعني اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها القيمه المضافه، القيمه المضافه اللي هي ضريبه المبيعات سابقا، الوقت بقى اسمها كلنا بنسمع عن ضريبه مصلحه ضريبه المبيعات. احنا كنا في المصلحتين دي في المستشفيات والملابس. اه دلوقتي مش في الخدمه، في واحد مده شهر مش مسجلين بيها بس عشان اقرار. طب هو بعد شهرين ثلاثه عايز يقدم شغل ثاني ان هو توقف توقف. طب ما هو الخدمه مش شغاله، هيدفع اشتراك الشهر اللي هيعمل فيه التوقف. هو بيبص لها ازاي؟ ان انا بوفر عليك مشاورك للماموريه، بوفر عليك اتعاب مثلا بتروح تدفعها لمحاسب، انت الوقت خدمه معاك، الشهر اللي انت عايز تستخدم اي خدمه فيها استخدمها. مجرد التسجيل على الموقع وفتح الصفحه ليك من غير اي تسجيل زي ما هنشوف دلوقتي، من غير اي فلوس. ايام العمل وفترات العمل والكلام ده بعملها اونلاين برضو ولا كل حاجه من دي تقدر تعملها دلوقتي اونلاين؟ يعني كل ديت انت هتعمل فترات التوقف وهتختار عدد ايام العمل في السنه، بدل ما اقول مثلا عدد ايام العمل في السنه مثلا وليكن 300 يوم، لا انا ممكن اخليها 200 250 150. احسب ايامك اللي انت اشتغلتها واخترت عنها. اربع ايام في الاسبوع عايز اكتب مثلا ان انا بنسال من اليوم كذا ليوم كذا. ما هو انت هتكتب اربع ايام في 52 اسبوع، انت ليك 52 اسبوع في السنه، فاربعه هتضربها هتطلع مثلا 416 يوم، 216 يوم، يبقى انا عدد ايام العمل في السنه بتاعتي 216 يوم. انت هتعمل اختار التوقف وتحسب فتراتك وتكتب عدد الايام زي ما هنشوف ممكن في الاقرار دلوقتي. ازاي انا عايز اقول ان انا بشتغل مثلا 3 ايام او 4 ايام بس مش طول الاسبوع شغال، دي موجوده اونلاين ولا في المصلحه؟ ممكن تحط ملحوظه وانت بتحط ملخص البند اللي انت هتحط فيه النشاط، عايز تكتبها اختار في الماموريه اكتبها اختار في الماموريه. مفيش اختار بالشكل ده موجود هنا، لان الاختار هنا انت بتقول بس انا متوقف من كذا لكذا، هنا توقف بس من كذا لكذا. اتفضل يا استاذ احمد. اسئله ضريبيه عامه ممكن نسيبها لنهايه الندوه، يبقى نتناقش فيها. ما فيش مشكله، لو في اي اسئله في نهايه الندوه ان شاء الله احنا مستعدين ان احنا نكون معاكم فيها يعني. طيب يبقى انا عرفت المتطلبات التسجيل، اهم حاجه اهم طلبين في متطلبات التسجيل قبل ما اقعد واقول انا هسجل نفسي حساب، الايميل نشط وفعال، رقم التسجيل الضريبي. خلاص نخش بقى كده مثلا بعد كده بعد ما نسجل على البوابه، قلنا لغايه ما نسجل مش هنطلب منك اي اشتراك ولا اي حاجه. لما تحب تستفيد بخدمات البوابة وتريح نفسك من المروح للمأمورية أو المروح لأي حد تاني يعمل لك الإقرار، ادفع اشتراك الفترة اللي انت هتحتاج فيها البوابة دي. طيب
طيب نخش نعمل حالة عملية كده. الدكتور علي ممكن نسجل لك دلوقتي، ودي نصيحة بقى يعني نصيحة شديدة جدا، احنا كلنا هنخش على المنظومة من 1/1 ل 31/3، هيبقى في ضغط غير عادي على منظومة الإقرارات الإلكترونية، هتلاقوا الشبكة واقعة باستمرار، هتلاقوا في مشاكل في التسجيل، هتلاقوا كلام زي كده. فأنا من دلوقتي أقدر إن أنا أسجل لنفسي وأسيب التسجيل ما فعلوش ولا أدفع اشتراك إلا في الشهر اللي أنا هقدم فيه الإقرار. يبقى أنا مسجل لنفسي حساب من دلوقتي عشان أوفر نص الخطوة أو المرحلة من المرحلتين، لأن أنا عندي مرحلتين لازم عشان أقدم الإقرار الإلكتروني، مرحلة التسجيل على البوابة ومرحلة تقديم الإقرار. فممكن حضراتكم كلكم الوقت تسجلهم في الفترة دي من غير من هنا لغاية 1/1، الدنيا لسه خفيفة شوية، لكن بعد كده أنا بتوقع يعني إحنا إن شاء الله منتظر 6 مليون أكتر من 6 مليون إقرار بيتقدموا في كل سنة على مستوى المصلحة. ما إحنا قلنا أول طلب إيه يا دكتورة؟ لا إحنا قلنا أول طلب إيه؟ رقم تسجيل ضريبي. ما هو لازم تروحي تاخدي رقم تسجيل ضريبي من المأمورية، تفتحي ملف، مجرد ما تفتحي ملف هتاخدي رقم التسجيل. تمام؟ فنسجل لحضرتك؟ لا مفيش فيها حاجة. مفيش فيها أي ضرر، ما تقلقش. انت لازم هتسجله. احنا زي ما احنا قلنا في غرامات شديده دلوقتي في القانون اللي كلنا اتفاجئنا بيه في 19/10/2020، اسمه قانون 206 اجراءات الضريبيه لسنه 2020. تمام. فاحنا دلوقتي عشان نسجل لازم ادخل على النت، وافضل موقع بنتعامل معاه مع منظومه الاقرارات الضريبيه جوجل كروم. يعني في عندنا طبعا متصفحات النت ايه، جوجل كروم والانترنت اكسبلورر والفايرفوكس وهكذا، افضل موقع بنتعامل معاه، المنظومه اصلا متصممه على الجوجل كروم، فبالتالي يعني ما بتقابلناش مشاكل زي ما بتقابلنا في اي متصفح تاني، المشاكل فيها اقل ما يمكن. فانا بكتب بخش على مصلحه الجوجل واكتب مصلحه الضرائب المصريه. مصلحه الضرائب المصريه، مصلحة الضرائب المصرية، يا إما أدخل على موقع المصلحة مباشرة أو أدخل على حاجة أنا اسمها تسجيل الدخول، تسجيل الدخول للبوابة الخدمات الإلكترونية. لو أنا عايز أدخل المصلحة، المصلحة عليها تعليمات وقوانين وكتب دورية للمصلحة، عايزين نعرفها أو نعرف فيها إيه، ممكن ندخل على موقع المصلحة. عايز أدخل على طول على تسجيل البوابة، بدخل على تسجيل البوابة، وأكيد طبعا كلنا نقدر نتعامل مع النت بسهولة. يعني تسجيل الخدمة، اول ما بدخل على تسجيل الخدمات الالكترونيه ديت بلاقي ايه، حاجه اسمها تسجيل الدخول. لو انا ليا اليوزر نيم والباسورد اللي انا عامله دلوقتي هكتبهم على طول، ماليش هبدا اعمل لنفسي ايه يوزر نيم او باسورد. عندي ثلاث اختيارات تحت، سجل كممول، سجل كمحاسب، نسيت كلمه المرور. طبعا نسيت كلمه المرور دي لو بعد سنه اتنين انا نسيت، هخش هنا وهكتب الايميل اللي انا قلت مهم جدا يكون ايميل فعال ونشط، هخش اكتب الايميل بتاعي، يبعت لي الرساله على الايميل بتاعي. لا، ايميل بصفه عامه على الياهو على جوجل كروم، اي الايميل الطبيعي بتاعك. عايز تعمل ايميل خاص اعمل، بس اهم شيء ما تنساش اليوزر نيم بتاعه والباسورد بتاعه، عشان في اي وقت هتعمل تعديل على اي حاجه يبعت لك كود على طول. ما هو عشان هتنساها. ما هقول لحضرتك يا دكتور، انت معاك موبايل طبعا، الموبايل عليه الايميل بتاعك بتاع جوجل كروم، استخدمه. طيب خلاص وصلنا المرحلة العقدة في المنشار زي ما يقولوا، ونسيت كل حاجة. يوم ما هتنسى كل حاجة هنجيب لك الحل بتاعها، هتتوجه لمأمورية الضرائب شعبة الحاسب الآلي، بتوري لهم الأصل، وانت شخصيا ما ينفعش وكيل، ما ينفعش يعطى اليوزر نيم والباسورد اللي انت كنت مسجله على المصلحة لوكيل، لمحاسب او محامي، لازم للممول بنفسه. بتروح بالبطاقة بتاعتك وبتكتب طلب هناك في المصلحة، الطلب ده ان انا نسيت كلمة المستخدم، لانك مش هتعرف تعمل لنفسك الحساب تاني، لان الحساب بيتعامل برقم التسجيل، فازاي هتسجل تاني؟ مش هينفع. فبتروح بتسيب صورة بطاقتك وطلب رسمي منك للمأمورية، بيبعتوها لقواعد البيانات في المصلحة، بيجيبوا اليوزر نيم والباسورد بتاعك ويبعتوه لك وتاخده تشتغل عليه تاني. فحتى لو نسيت بقى دي خالص هنقدر نجيبها لك ان شاء الله. الايميل العادي اللي هو على التليفون ده اسهل ايميل، اسهل الايميل عندنا، ما بيروحش، وافتح الموبايل بتاعي واطلعه في اي وقت خلاص، ومفتوح على طول، مش محتاج باسورد له، اللي على التليفون مفتوح على طول. فانا هنا بكتب اسم المستخدم لو انا عندي مستخدم ويوزر نيم، لو لسه هعمل بخش سجل كممول. بيديني هنا اختيار
بيقول لي اختار طريقه التسجيل ومش جايب الا طريقه واحده دلوقتي، هنختار الطريقه دي، في طريقه بعدين هتبقى يعملوها بس لسه ما جهزوهاش. فبنختار الوقت التسجيل يدويا، يعني انا بعمل كل بيان بايدي. والسه اول حاجه بيطلبوا مني ايه زي ما احنا قلنا؟ رقم التسجيل الضريبي اللي هو التسع ارقام اللي احنا قلنا عليهم، فلازم اكتب الرقم التسجيل الضريبي 5 9 1. اللي انت بتعمله ده دلوقتي هيبقى ثابت، ما عادش ينفع حاجه ثانيه. خلاص بقى انت كده هيبقى لك حساب هتحط اليوزر نيم والباسورد بعد كده. بيسجل لك دلوقتي، انا بسجل لك حساب على المصلحه بس مش هيبقى نشط او مش هتعرف تتعامل على الخدمات ما دام ما دفعت اشتراك. يوم ما تحب تعمل خدماتك تدفع الاشتراك بتاعك. انت قلقان منه؟ مش هنحفظ من الاخر، مش عايزنا نحفظ من الحفظ. جرب شيء وضحه. انت فاهم وجهه نظر ايه؟ اللي هي؟ لان انا عندي اكتر يعني انت بتشوف حاجات كتيره ف مش هسجله. ماشي؟ مش هعمل حفظ نهائي. مش هعمل حفظ نهائي. مش هعمل حفظ انا نمشي بس كده اسمع التسع ارقام اللي موجودين في البطاقه الالكترونيه دول موجودين على البطاقه الورقيه برضه موجودين فوق على اليمين كده في بوكس كده مكتوب عليه رقم التسجيل الضريبي ما عدا البطايق القديمه اللي اول حمراء دي مش موجود عليها لو مش موجود عليها بتروح انت للمأمورية تجيب رقم التسجيل او لو المأمورية بعتت لك نموذج 19 في اي وقت هتلاقي عليه رقم التسجيل من فوق والصفرة برضو مش هتلاقي عليها طب يعني حضرتك ممكن اسجل بدون الحاجه للبطاقه الالكترونيه طبعا مجرد ما تعرف رقم التسجيل الحقيقي بتاعك هيشتغل على طول البطاقه انت لو احتجتها تقدمها مثلا لو انت بتعمل عمليات في مستشفى مستشفى حكومي او مستشفى كذا لازم يقول لك هات لي صوره البطاقه الضريبيه بتاعتك اديله الورقيه ماشي اديله الورقيه بس الورقيه مدتها 5 سنين هتبقى منتهيه لو جهه معينه هتقول لك لا البطاقه منتهيه مكتوب عليها تاريخ الانتهاء بتاعها يعني اقصد اقول ان مفيش فرق في البيت لا مفيش فرق مفيش اهم شيء رقم التسجيل وخلاص هو ده اهم شيء دلوقتي في التعامل 499 لو انا كتبت الرقم غلط تعالوا كده مثلا هنحط اي رقم عشوائي خلاص الاقي على طول في بوكس احمر اي حاجه غلط هعملها هلاقي متعلمه ببوكس احمر يبقى البوكس الاحمر ده معناه ان في ايه حاجه خطا هو الـ 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 وانا داخل على موقع المصلحه مربوطه بقواعد بيانات مصلحه الضرائب المصريه وعارفه ان ليك رقم تسجيل عندها برقم كذا لو انا حطيت اي 9 ارقام عشوائي عمره ما هيقبلها عمره ما هيقبلها الا اذا قدرا كان الرقم ده حقيقي ماشي فانا حطيت رقم اخر رقم 2 اهوت طبعا ما رضاش يقبل وعمل علامه حمراء لو حطيت الرقم الحقيقي وقلت له كده لقيت البوكس اخضر وقال لي ايه ان رقم التسجيل ده متوفر لدى المصلحه اول ما حطيت رقم تسجيل قال لي اختار لك بقى يوزر نيم وباسورد اللي انت هتدخل بهم بعد كده على موقع المصلحه هو اقترح علينا اقتراح وكتبه مش احنا قلنا رقم التسجيل ما بيتشابهش مع حد فهو قال لي انا هعمل لك رقم تسجيلك اللي ما بيتشابهش مع حد ده اندرسكول 0 واضيف عليه اندرسكول 0 عشان يختلف على الرقم اللي فوق لان ما ينفعش يبقى رقمين زي بعض في نفس الشاشه فعشان يعمل لهم فرق حط لي اندرسكول 0 جنبها قال لي ده اقتراح من عندي لك عليكم السلام وبركاته استاذه نانسي مدير عام المركز التدريب الضريبي شرف تمام فلو انا مقتنع بالرقم ده ماشي ماشي عايز تغيره غيره بس اي حاجه تعملها حروف ارقام ما تقلش عن 4 ما تقلش عن 4 حروف او ارقام انا وجهه نظري برضو انا حافظ على ده وما غيروش لان انا ممكن انسى الحرف من الحروف اللي انا كاتبها يا ترى كنت كاتبها كابيتال ولا سمول يا ترى كنت عامل زيرو اندر زيرو مين اللي بعدها بس هو بس ده الماوس ماشي يبقى اندر سكول زيرو مع رقم التسجيل ده اليوزر نيم بتاعك عمرك ما هتنساه ممكن اكتب اسمك زي ما انت عايز اللي انت عايز تكتبه اكتر من 4 حروف او ارقام هيشتغل خلاص طب كلمه المرور بقى من هنا مش هيقترح عليك هو اللي هيسيبك انت تحط كلمه المرور بتاعتك الباسورد بتاعتك ولكن انا برضه هقترح بقى اقتراح برضه عشان ما انساهوش انا اسمي محمد احمد علي هكتب الاول اسم من عند هو الرقم الباسورد له شروط معينه اول شرط ان هو ما يقلش عن 8 حروف او ارقام او رموز تاني شرط يكون في حرف كابيتال على الاقل وحرف سمول على الاقل ورقم على الاقل ورمز على الاقل دي شروط الباسورد عشان يقبله الرمز اللي هو علامه الات او علامه الدولار ساين او الهاشتاج موجودين في لوحه المفاتيح من فوق شيفت مع الحاجه دي مع الارقام اللي فوق دي تديك الرمز هوريها لحضرتك دلوقتي خلاص
الرموز اهيت. لو انا كاتب مثلا هنا ده رمز اهو اللي هي علامه الشيفت مع الرقم 2، وده رمز تاني اهو الهاشتاج، ده رمز تاني اهو مثلا الرموز دي علامه اللي هي اللي في المية، علامه دولار ساين، اي رمز من الرموز دي خلاص. يبقى اي رمز من الرموز ديت يقدر يقبله معايا، يبقى فيها رقم على الاقل، رمز على الاقل، حرف كابيتال على الاقل، حرف سمول على الاقل، وبعد كده ما يقلوش كلهم بقى عن 8. فانا بقترح ايه؟ اكتب اول اسم من اسمي، يعني مثلا هنا علي، اكتب مثلا وليكن علي، يبقى ايه كابيتال وعلي. بعد كده اعمل مثلا وليكن ات اللي هي شيفت واثنين كتبتها، وواحد اثنين ثلاثه اربعه، اكمل الثمان حروف كده. يبقى انا ايه عملت الثمان الشروط كلها، الخمس شروط الموجودين ما تقلش عن 8، حرف كابيتال، حرف سمول، رمز، رقم، عملتها كده. عايزين تعملوها بقى اي حاجه تانية عشان تفتكروها، اللي انت عايز تعمله اعمله، بس المهم احط الاربع شروط دول. تمام، ما فيش مسافات. عايز تعمل مسافه في النص ك ك ك حاجه من الحاجات دي هتعملها، بس هي مش شرط من الشروط الموجوده، لازم تسجلها بعد كده. فالمسافه دي ممكن تنساها، يعني ممكن هنا تنساها، فيفضل ما تكون ارقام او حروف او رموز او مسافة او كابيتال وسمول. انا عملتها علي ات 1234، ده الايه الباسورد بتاعك مع اليوزر نيم بتاعك اللي هو الرقم التسجيل اندرسكور 0. بيقول لك عد الكلمه دي تاني، اعيدها تاني عشان اكد. المكان اللي هيخضر هيبقى سليم، ما اخضرش يبقى فيه حاجه غلط، انا عملت كده حاجه غلط، فلسه حمراء زي ما هي، اكتبها تاني. لا في حاجه غلط هنا، نكتبها من فوق تاني. خلاص قبلت معانا اهي، واخضرت فوق وتحت، يبقى انا كنت كاتبها فوق غلط. خلاص يبقى هي كده علي ات 1 2 3 4 مثلا وليكن. عايز تعمل بدل الات علامه الدولار ساين هاشتاج، اعملها زي ما انت عايز. ها؟ ما هو انا مجرد ما كتبت في واحده زي الثانيه بقت الاثنين اخضروا. ماشي؟ ما هو الاثنين لازم يبقوا مظبوطين زي بعض. الاثنين لازم يبقوا متماثلين. خلصت؟ اكمل؟ بيقول لي انت طبيعي ولا اعتباري؟ طبعا كلنا كافراد طبيعي. لو كنت عندي مستشفى بقى وشريك فيها يبقى اعتباري. تمام؟ يبقى نقول له طبيعي. طيب انت خاضع لجهه، انت جهه خصم بتخصم من الناس ولا لا؟ طبعا لا، كلنا ما بنخصمش من حد. اللي بيخصم مين؟ اللي هي الجهات الحكوميه، لو انا بعمل فيها شغل بيخصموا مني نسبه تحت حساب الضريبه، هي دي الجهه اللي بتقدم الاقرار خصم مضافه، ده مش تبعنا احنا خالص. هل انت مسجل قيمه مضافه ولا لا؟ اي او لا. انت الممول ولا حد بينوب عنه؟ يعني انا مثلا مش فاضي بقى خلاص اعمل لنفسي حساب، هديها للمحاسب، هديها للمحامي، فلو محامي ومحاسب وهيعمل هو باسمه بس بالنيابه عنك، هيقول لك ينوب عنه، وهيقول لك طب دخل لي بقى رقم التوكيل بتاعك يا محاسب او يا محامي، ودخل لي الرقم القومي بتاعك واسمك. طبعا احنا كلنا اللي هنعمل لنفسنا يبقى الممول نفسه. ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضل. لو المحاسب هو اللي بيقدم لي وفي غلط في الاقرار، مسؤوليته ولا مسؤوليته؟ انتوا الاثنين. ليه بقى؟ هنعرف بعد كده لما بنيجي نعمل عمليه ارسال الاقرار الضريبي في النهايه، اخر خطوه عشان يروح يسمع في الماموريه، المسؤول عن الارسال الممول مش المحاسب. يعني المحاسب ممكن يكتب لك الاقرار ويراجعه لك ويعتمده، لكن المنظومه علشان تخلي الممول يتاكد ان المحاسب ما غرقوش او ما عملوش حاجه هو مش راضي عنها،
بتسيب موضوع الارسال له، فالمحاسب بعد ما بيعتمد الاقرار ويكتبه بيتصل عليك بالتليفون، انا عملت الاقرار لو سمحت ارسله عندك، فبتخش انت باليوزر نيم بتاعك تتاكد ان البيانات انت راضي عنها، تعمل انت الارسال. فخطوه الارسال في النهايه لمين؟ للممول، حتى لو المحاسب عامل الاقرار من الالف للياء. فيبقى اذا في النهايه المسؤوليه مشتركه ما بين الاثنين. ماشي. طيب اول حاجه بيطلبها مني بيقول لي اكتب اسمك، اكتب اسم بالعربي بقى. احمد طبعا زي ما احنا شفتم اول ما كتبت الاسم احمرت. ليه؟ لان لها شروط. بيقول لك ان الاسم ما يقلش عن 10 ارقام او مسافات. يعني ما ينفعش مثلا اكتب علي احمد بس، لا لازم يعدي 10 حروف او مسافات. فيبقى هنا مثلا مجرد ما بكتب مجرد ما يعدي 10 هيخضر على طول. العنوان، العنوان ما يقلش عن 15 برضو، 15 حرف او مسافة او كده. فمثلا العنوان لو قلنا مثلا شربين مثلا طريق ايه اي حاجة مثلا او شارع كذا لازم يعدي 15 حرف. منزل ولا عيادة؟ لا العيادة. ما انا هنشوف اللي بعدها الوقت المراسلة. خلاص مثلا نقول شربين ايه؟ شارع الجيش، لو عدى ال 15 هيخضر. عنوان المراسله بقى اللي هو حضرتك بتسال عليه، لو انا ليه انا عايز المراسلات ما تجيليش على العياده، عايزها تجيلي على البيت، اكتب عنوان البيت. لو على نفس المراسله اللي انا عايزها تجيلي عنوانين، عنوان النشاط وعنوان المراسله. الرئيسي، الرئيسي بس. الرئيسي اللي انت مبلغ بيه الماموريه ان انا المقر الرئيسي كذا، لان المحاسبه دلوقتي ما بتتمش غير في الرئيسي فقط. يعني لو ليه 10 فروع على مستوى الجمهورية المحاسبة هتروح على الملف الرئيسي، فيبقى هو ده العنوان بتاعك. تمام؟ في المرحلة الحالية ورقية، لغاية دلوقتي ورقيا. المنظومة كل يوم والتاني بيطوروا فيها وهيزودوا فيها الخدمات اللي عليها. الخدمات اللي موجودة دلوقتي تقديم التسجيل اللي احنا بنعمله ده، تقديم الإقرار، السداد الإلكتروني، تقديم اختيارات التوقف والمزاولة، تقديم اختيارات مد الأجل، تقديم او تعديل بيانات الممول. انا عايز اضيف فرع، عايز اعدل على بدايه نشاط، عايز اعمل اي تعديل عندي، اعدل المكان بتاعي، ممكن اخش اقدمه هنا. لغايه دلوقتي هي دي الخدمات الموجوده. العنوان المراسله لو هو نفسه هاخده كوبي وبسط. ممكن انت تثبت ده، ممكن يبقى شارع الجيش براحتك. ثبتها لك شارع الجيش في الثانيه المراسله، ولا هو نفس العنوان اللي فوق نخليها الجيش مش كده؟ والتاني برضو شربين. طيب او خلي الفوانية مع سوريا، يعني خلي الفوانية فلسطين والتاني اهي فلسطين. تمام؟ طيب الموبايل بتاع حضرتك لازم الموبايل اللي لازم يدخل اجباري، لان برضه هيبقى احتمال يجي لك عليه رسائل. الموبايل مثلا كام؟ 4 6 4 4 6 4 4 1. طيب الموبايل هو مربوط مع شركه موبينيل واتصالات وفودافون، لو الرقم غلط برضه مش هيقبله. فنشوف بنتكه كده قبله خلاص ماشي. زي برضو الرقم القومي لما هنيجي ندخله في وقت من الاوقات برضو مربوط بمصلحه الرقم القومي. لو دخلت 14 رقم عشوائي مش هيقبله، لازم يقبل الرقم الصحيح. ماشي. الفاكس بقى لو عندي فاكس في العياده اكتبه، ما عنديش حط رقم الموبايل برضو نفسه. تمام. لو عندي فاكس احط الفاكس. عندك فاكس؟ خلاص. طيب بعد كده الرقم القومي برضه بنحط الرقم القومي، لو الرقم القومي خطأ مش هيقبله. حضرتك تحب تملوني؟
لو قبله خلاص اخضر. بعد كده الثاني حاجه احنا شرط قلنا اساسي قبل ما نقعد نسجل ايه؟ الايميل لازم يكون موجود وفعال. هنا جه دور الايميل بقى قبل ما اوصل لخطوه التسجيل النهائيه، بيقول لي حط الايميل بتاعك. ليه؟ بعد ما احط الايميل هلاقيه بيقول لي ايه؟ ارسل كود للتاكيد. يعني اول ما احط الايميل هنا، وهيشيك برضو على الايميل، لو الايميل مكتوب غلط مش هيقبله. يعني لازم يكون ايميل فعال ونشط وحقيقي، مكتوب غلط مش هيقبله. اول ما هعمله الاحمر ده هينشط، هقول له ارسال كود التاكيد، هيبعت 6 ارقام على الايميل بتاعك. ال6 ارقام مجرد ما احطهم هنا وانزل تحت كده واعدي، هيعدل التسجيل وكده. من غير ديت كل اللي انا عملته ده ملوش لازمه. يبقى من غير دوت كل اللي انا عملته ملوش لازمه. حضرتك لو عايز تسجل هسجل لك، تجيب لي الايميل وهيجي لك رساله دلوقتي. ها؟ براحتك. انت كلنا هنسجل كلنا هنسجل. يعني مرحله، نص المرحله راحت عنك كده. الدكتور خالد بيبقى الدكتور علي وفر عليه تقريبا 2000 هو راجل حاسب عشان يعمل له القصه دي، ومعاه ياخد منه 2000 جنيه. ده مش حتى 2000 جنيه في التسجيل، مكتوب حسب النهارده وعارف 2000 جنيه في الشهر. ده اللي على التليفون عشان يجي لك الرساله دلوقتي، احنا عايزين رساله حالا هتيجي. اللي هو دكتور علي اهو. ماشي خلاص تمام. ات هوت ميل دكتور اندر سكور علي العربي ات هوت ميل، والرسائل بتجي لك هنا على الهوت ميل على طول على الميل. طيب خلاص ماشي. يعني انا برضه يعني انا التكنولوجيا عندي برضه عربي. الدكتور خالد كده وفر لك تقريبا 50% من المشروع. حد تبدا له سجل قبله؟ كتير كتير. طبعا الشركات السنه اللي فاتت كلها بلا استثناء كانت بتقدم. طبعا في بداوا الناس تسجل. انا عن نفسي سجلت لاصحابي اللي هم جيراني وقرايبي، بدات اسجل لهم من دلوقتي عشان برضه يبقى انا موفر نفسي في الفتره اللي جايه دي. بالمناسبة الايميل، طب افرض ان انا عندي نشاطين، نشاط تجاري ونشاط مهني مثلا، او انا شريك في شركة ولوحدي، هل ينفع الايميل وانا المسؤول عن الاثنين، عن الشركة وعن ينفع الايميل للاثنين؟ لا عشان يبقى دي ملحوظة برضو نقول الايميل لا يجوز الا لملف واحد بس، لرقم تسجيل ضريبي واحد. عشان كده ما ينفعش ايميل واحد يشتغل لاكتر من، احنا قلنا في سرية في الموضوع. يعني هو عايز السرية ديت ما تخصش الا الموال بس، فهو بنفسه اللي يحط لنفسه الحاجة الخاصة بتاعت البطاقة الضريبية دي بس. لو عايز، لو عنده نشاط تاني وله رقم تسجيل تاني، يعمل لنفسه ايميل تاني يحط لكل ملف فيهم ايميل. هو ايميل في واحد فقط لكل ملف، عشان ما فيش اي محاسب يعمل لاي حد، او اي محامي يعمل لاي حد. افرض النهارده انا معايا محاسب او محامي وبكره اختلفت معاه، او مثلا صديق مثلا بيعمل له وبكره اختلفت معاه، هو اللي يعمل لي كل حاجة؟ لا. عشان كده لما قلنا لما بنسى اليوزر نيم او مثلا انا خليت محاسب او محامي يعمل لي في يوم من الايام وبقول له اديني اليوزر نيم والباسورد، ده ضاع مني، ده مش عارف الاقيه، ده مش كده. طب انا عايز انا اللي اخد حاجتي واعملها، لازم المول بنفسه اللي يروح يطلب اليوزر نيم والباسورد بتاعه عشان يبقى هو معاه وهو المسؤول عنه، يعطيه للي يعطوه له وما يعطوش اللي ما يعطولوش. تمام. خلاص الكود خلاص نشط وفعل اهو، هيديني رساله تم ارسال كود التاكيد للبريد الالكتروني. افتح بقى الايميل على المحمول او على الموبايل او على اللابتوب. لو انت ايميلك مش على المحمول، ايميلك على اختار اللي يعجبك، المهم يكون ايميل جاهز ونشط على المواقع المعروفه. ما هو الكود ده هيجي لك عشان يضمن ان انت الشخص نفسه اللي بتسجل يقوم باعت لك رساله على ايميلك، يقول لك هات الرساله دي حطها هنا، يبقى انا ضمنت ان صاحب الشان هو اللي بيسجل. تمام. اللي انت على جيميل مكان جيميل؟ طبعا جيميل، ده جيميل ده هو رقم واحد في التعامل. يعني الايميل اللي على الجيميل الجوجل كروم او الجوجل يعني والجيميل هو ده اهم واحد. ده هو اللي كان اتصمم عليه الموقع. خلاص كويس. كده لا لسه ما سجلش، ما احنا ما حفظناش. لو انا ما كتبتش الكود ولا كان اللي انا عملته ده اتعمل. التسجيل مجاني يا جماعه، التسجيل مجاني. بقى استخدم الخدمه هنا الاشتراك.
لو مش شغال دلوقتي، لو مش شغال دلوقتي احنا كده كاننا ما عملناش حاجه. لازم يجي لك كود من 6 ارقام، اخد الكود هنا واحطه عشان اكمل تسجيل. مجرد ما بكمل بيديني رقم اسم الممول تاني بيتاكد منه وعنوان النشاط، ويقول لك تم التسجيل بنجاح. كده بقى لي يوزر نيم وباسورد على المصلحه. الكود 6 ارقام بيوصل على طول على الايميل. يعني دلوقتي مش الدكتور علي له ايميله، انا عايز اتاكد المصلحه، عايز اتاكد ان الدكتور علي هو اللي بيسجل حاجته بنفسه، ما مش اي حد بيعمل له حاجه عشوائي. فلازم بيبعت كود على الايميل اللي هو حاطه هنا. لازم يجي له رساله دلوقتي بست ارقام. ها تاني ابعته تاني، ممكن نرسله مره تانيه، مفيش اي مشكله، يتبعت مره تانيه كود. اخر كود هو اللي بيشتغل عليه. تم ارسال الكود التاكيد الى البريد الالكتروني الخاص بكم. انت بتفتح اصل ممكن يكون في هنا بريد جوجل برضو، يعني ممكن يكون عندك 2 بريد هنا على الموبايل، ولا هو بريد واحد؟ ما هو لو 2 افتح الهوت ميل بعد اذنك كده. لو في 2 افتح الهوت ميل. وما فيش امكانيه تيجي برساله نصيه؟ لا SMS. لا ايوه فين الحساب؟ بص انت شوف دور على الحسابات بتاعتك، لو ليك 2 ايميل هتلاقيك انت فاتح الجوجل مش الهوت ميل. يعني مثلا ليه هنا 2 ايميل، واحد للجوجل عشان الاندرويد، واحد مثلا ياهو. على حسب ما نمسجل هيجي على الايميل بتاعك. لو عايز تشوفه. طب عشان ما نعطلش نفسنا لغايه ما تدور حضرتك عليه براحتك، انا كده لغايه دلوقتي ما سجلتش. يعني انت دلوقتي لو قفلنا على كده هترجع تعيد اللي احنا عملناه تاني وتسجل لنفسك. تمام. طب افرض بقى انا خلصت هنا، يقول لي تم التسجيل بنجاح. انا طلبت منكم، قلت لكم ادفعوا اشتراك، طلبنا اي حاجه؟ مفيش اي حاجه وانت بتسجل، واخد بالك؟ امتى بقى هقول لك ادفع اشتراك؟ يوم ما تحب تستخدم خدمات البوابه دي او خدمات الصفحه اللي انا عملتها، اللي هي سواء انت عايز تقدم اختار توقف، عايز تقدم اختار مزاوله، عايز تعمل تعدل بياناتك، عايز تدفع فلوس، عايز تقدم الاقرار الضريبي، يعني عايز تعمل اي حاجه بقى ادفع الاشتراك بتاعها. عايز اشتراك اكتر من شهر ادفع. يعني احنا هنا من حقنا ندفع سنه، ندفع شهر زي ما انا عايز، يعني اللي انا عايزه اعمله. فانا ممكن نعم هجيب لحضرتك اهو. انا هدخل مثلا على رقم معايا هنا له يوزر نيم وباسورد، ونشوف هيعمل معانا ايه، هيطلب مننا ايه. طبعا بعد ما بيخلص ويقول لك تم التسجيل بنجاح بقيت انت مسجل، مكان ما قالش كده ولا كان انا عملت حاجه خالص. بعد ما بيقول تم التسجيل بنجاح بيخرجني تاني ويرجعني للصفحه الرئيسيه اللي في الاول، اللي هي ما فيهاش ايه، اللي هي ايه تسجيل الدخول دي. 500 انا دخلت على صفحة هيت، واحد معايا اللي مسجل له خلاص. طبعا مش هحفظ الرقم هنا عشان يحفظني. اول ما دخلت عليه، لو انا الوقت هنفترض ان انا سجلت للدكتور علي، اول ما هسجل وادخل الصفحة هلاقي عندي الصفحة الاولى بتاع دخلتات اليوزر نيم والباسورد بتاعي، لقيت الصفحة الاولى ظاهرة لي كده وفيها كلام بالاحمر. الكلام بالاحمر ده معناه ايه؟ ان الملف ده هو او الصفحة ديت مش مشتركة في الشهر اللي انا بتكلم فيه ده. فبقول له تجديد الاشتراك. لو انا بقى في شهر واحد او اتنين هقول له تجديد الاشتراك. هيديني هنا اختيارين، هيقول لي انت عايز ايه، تشترك سنوي ولا شهري. لو انا مسجل قيمه مضافه مش هيدينا الا اختيار واحد، سنوي بس. مش مسجل قيمه مضافه هيديني اختيارين. ما جايز انا فردي كده طبيب بس عايز كل شهر المنظومه شغاله معايا ادفع السنه كلها براحتك. فانا هقول له مثلا سنوي او شهري، مثلا اقول شهري. اوكي. بيقول لي انت هتدفع 25 جنيه، هي الاشتراك رسمه 25 زائد حاجات كده هتوصل 33 جنيه ونص. بيقول لي انت هتستخدم ايه؟ دفع الكتروني ببطاقه الكترونيه
ولا فيزا ميزه؟ كلنا عارفين فيزا ميزه تطلع من غير رقم حساب، يفضل عدم استخدامها في المرحله الحاليه في المنظومه دي. يبقى ما استخدمش الا الفيزا الايه زي ما انا قلت في اول المحاضره، بنكيه فقط، بلاش فيزا ميزه في المرحله ديت، لسه في عدم ربط بينها وبين المنظومه كويس، فاحيانا ممكن يدفع بها ما توصلش الفلوس. فهقول له ايه؟ هقول له باستخدام البطاقات. هيقول لي الفيزا البنكيه دي حط لها مبلغ معين؟ لا، ليها فيزا حسابك من رصيد. مش عاوز اعرف رصيد قد ايه؟ انا مش هعرف، انا مش عايز اعرف. انا بس ما انا اهو بستمر اهو، ما انا ماشي معاك اهو، انا مش هكمل دافع بس هوري لك ازاي. انا مش هدفع هنا، انا هخصم بس 33 جنيه من حسابك، ماليش علاقه باي حاجه. ادفع على مرتين ثلاثه، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. ما هو لازم كل الدفع بلا استثناء الوقت يبقى الكتروني. يعني احنا اقل دفع الوقت اللي هو ال 500 جنيه اللي هم بيدفعوا بدون غرامه، مش كده؟ ال 500 جنيه دي حتى يعني يقال في الميزانيه الجديده بتاعت 21 هتشال كمان، هيبقى كله حتى لو تدفع 10 جنيه بالفيزا. فكلنا بندفع بالفيزا خلاص، الدفع الالكتروني ديت قرار اتاخد وما سداد الضرايب اللي عليا ممكن اعملها كذا مره. اه طبعا باكثر من مره مفيش مشكله. بالفيزا بيبقى لها ليميت. تدفع اكثر من مره. خلاص؟ فأنا بقول له خلاص بالديت استمر. هيقول لي إيه؟ هيقول لي أنت المبلغ بتاعك وصل كام؟ زي ما إحنا قلنا 33 جنيه ونص اللي هو اللي بتوعنا اللي أنا هدفعه من الاشتراك لشهر. بيقول له دخل بيانات بطاقتك، بدخل ال 16 رقم اللي موجودين على أسفل البطاقة. واخدين بال حضراتكم؟ وبعد كده تاريخ الصلاحية تحت ال 16 رقم دولي في تاريخ صلاحية شهر وسنة، بحط الشهر أهوت، بختار الشهر اللي أنا عايزه اللي هو موجود في الفيزا عشان نتأكد إنها صالحة، وسنة كذا بتخلص سنة كذا، ورمز الأمان اللي هو الثلاث أرقام اللي موجودين في ظهر الفيزا. يبقى دول الثلاث أربع بيانات بيطلبهم مننا، رقم الفيزا، تاريخ الصلاحية، رمز الأمان، وعشان يتأكد إن أنت خاصم لنفسك بيبعت لك رسالة برضو على الموبايل بيقول لك إن هيتخصم منك كذا، وأحيانا يطلب منك رمز تدخله تاني هنا برضو زي رمز الأمان عشان يتأكد إن أنت صاحب الشقة. نعم؟ رقم سري؟ لا هنا ما بتكتبش رقم سري. هو بيبعت لك رسالة على الموبايل بتاعك. والموبايل، وعلى فكره كل نوعيه فيزا لها طريقه، يعني في فيزا بتبعت الرقم الموبايل، وفي فيزا بيقول لك دخل الرقم السري على حسب ما هيطلب منك. فطبعا بديله الحاجات ديت وبقول له سدد، بيقوم خاصم من الرساله ويطلع لي في النهايه ادفع الان، بيجيب لي عمليه مقبوله وفي 16 رقم 18 رقم اللي هو رقم التصديق بتاع العمليه ديت. لا قدر الله في مشكله في المبلغ ده ومش وما وصلش وما جددش الاشتراك، بنتصل بالخط الساخن اللي هو 19635 بتاع مصلحه الضرايب ونقول له ايه، والله انا دفعت مبلغ كذا برقم تصديق كذا اهوت وما سمعش على المنظومه او ما فتحليش. هو بيخش على قواعد بيانات البنك المركزي مع مصلحه الضرايب ويقدر ممكن يحل لك المشكله دي. هو ده طريقه الدفع. ولو هدفع الضريبه برضه هدفعها بنفس الطريقه، بعمل اذن دفع وبعد كده بخش برضه بيقول لي هات رقم الفيزا والتاريخ الصلاحيه بتاعتها وكمل، بتقوم مكمله معانا وايه وشغاله الامور، ما فيش اي مشكله. سجلنا خلاص ودخلت وعملت الاشتراك بتاعي. بعد ما بعمل الاشتراك اللون الاحمر ده بيبقى اسمر اللي احنا شفناه في الاول ده، اللون الاحمر اللي احنا شفناه في اول الشاشه بيبقى اسمر خلاص كده مفتوح. مجرد ما بعمل كده بيفتح لي يعني هو بيفرق بس ان اللون الاحمر ده في مشكله، في مشكله موجوده، خلي بالك ان في مشكله موجوده حاول تحلها، مشكله الدفع مثلا. مجرد هنا بقى لو انا جيت هنا على ده عشان افتح اي اقرار مش هيرضى يديني اي اقرار. ليه؟ لان ده من غير اشتراك، فبالتالي مش هيرضى يفتح لي الاقرارات ولا هيخليني اتعامل معاها. ندخل على حساب تاني كده معايا موجود اشتراكه جاهز. لو انا خلصت بقى بعمل تسجيل الخروج. ونشوف بقى ازاي نعمل الاقرار بقى بتاعنا. دكتور خالد دلوقتي شرح مرحله التسجيل تقريبا خالد ساعه ولا ربع، بس هو على مهله كده واحده واحده بالراحه علشان الساده يستوعبوا القصه. انا عشان اسجل باختصار شديد قوي هدخل على موقع مصلحه الضرايب او البوابه الالكترونيه للخدمات البوابه الالكترونيه للخدمات على جوجل، هتفتح حاجه تجيلي فوق كده كلمه تسجيل هتك عليه. طيب لما تكت على التسجيل ظهر لي خانتين، اكتب الباسورد واليوزر نيم ماشي اللي هو رقم تسجيل الضريب معنا صح اندر سكول زيرو. طيب رقم تسجيل الضريب والخانه الثانيه اللي هي كلمه المرور او كلمه السر. طيب الخانه اللي فوق دي اكتب فيها ايه؟
علشان ما تنساهاش رقم التسجيل الضريبي بتاعك اللي هم 9 ارقام ثم اندرسكور 0. هذا الخانه الاولانيه. الخانه الثانيه على اللي هو الباسورد. طب عشان انا ما انساش الباسورد زي ما قال الدكتور خالد كده في الاقتراح واحنا بنقترح كلنا علشان ما تنساش الباسورد بتاعك انا اسم احمد يبقى احمد هو اولا عشان احط الباسورد ده له 5 شروط ماشي يبقى انا عندي خانتين خانه فوق اللي هي بحط رقم التسجيل الضريبي اندرسكور 0 والخانه اللي تحت اللي هي كلمه المرور اللي هي الباسورد. طيب كلمه المرور عشان ما انساهاش هقول لك تحط فيها ايه بس هي لازم في 5 شروط عشان احطهم في الباسورد. ايه هما ال5 شروط؟ نمره 1 الباسورد ده ما يقلش عن 8 ارقام 8 حروف 8 اي حاجه. نمره 2 ان لازم يكون في حرف كابيتال على الاقل من ضمن الثمانيه دول. الشرط الثالث ان يكون في حرف سمول على الاقل من ضمن الثمانيه دول. الشرط الرابع ان يكون في رقم على الاقل من ضمن الثمانيه دول. الشرط الخامس ان هو يكون في على الاقل. عشان بقول لك عشان ما تنساهوش ما تنساهوش الجزء احمد علامه او رمز يعني ما يقلش عن 8 يكون في حرف سمول حرف كابيتال علامه رقم. طيب انا لما اكتب احمد طبعا بطبيعه الحال هكتب الحرف الاولاني اللي هو الايه كابيتال ايه انا خمسه اخد تليفون ساعتك 0122 كلمه احمد دي توفر فيها شرطين من 109 من الاربعه 277 هو اول حرف كابيتال وفي باقي اسمه خالد دودار. طيب بعد ما اكتب احمد اكتب علامه الاتيان شفت كده ده على الجيميل اي علامه هذا الشرط الثالث الشرط الرابع والاخير. طيب احمد HMED خمس حروف هما برضه دكتور علي دي كابيتال دي كابيتال هنا ار طب استنى كده 6 نسال 2 واحد وعلي برضه دي كابيتال علي اي حاجه واحد من 1 2 3 ماشي طب دكتور علي علي دكتور ثلاث ارقام ثلاث حروف بس ماشي طب والعلامه كده بقى 4 ماشي خلاص كتبتها بعد كده نقطه بعد كده وفرت دوت 3 شروط اهو حرف دوت حرف العربي اللي ايه ماشي ال ايه 1 2 3 4 ايه صغير محمد 4 حروف على سبيل المثال 4 حروف اي ال ايه ار اي العلامه ار اي بي واي 1 2 3 ماشي ار اي بي واي انا عملت كلمتين خلاص كتبت الباسورد بي واي انا فتحت صفحه هات بعد الكلام ده حط بيانات اسمك ايه نشاطك ايه فين عنوانك رقم تليفونك رقم الفاتحه المكتوب ايوه رقم تليفونك عنوانك لا مش اندر سكور بقى على جيميل تاني هتقدم يعني مش اندر سكور لا اه دي ار على طول اه دي ار على طول اللي هو اخر خطوه بقى الدكتور خالد قال ارفع الاشتراك اللي هو 33 عالي نقطة خش على الصفحة العربي هات ادفع جيميل جيميل ايه جيميل جي بيقول لك ادفع ايه اي ال ال نقطة دوت كوم ولا هندفع بالفيزا يا انا قاعد شوف كده او على في العيادة قبل قبل بس انا ثبت دي بقى اه صح كده اه بس شوف بقى هيجي لك رسالة دلوقتي كده انا بعت لك رسالة شوف كده خلاص انا سكرت دي المرحلة الأولانية خدت معانا 3 دقايق هو الفيزا فيها فلوس او مفيش لا, لا لازم يكون فيها فلوس على الاقل 33 جنيه لازم على الاقل 33 جنيه برضه اذا كلام الدكتور خالد قاله باختصار شديد جدا يا عمر سجل لحظه مره صح ده سجل صح كده ده خانتين اه اليوزر نيم باسورد ميلتهم بس خش على جيميل عندك خش على الجيميل عندك هنا على ايميل الجيميل كده انا سجلت هنخش على المرحله الثانيه وانا وهي تعظيم نسجل حاليا دلوقتي كلنا نسجل دلوقتي افترض انك تسجلي دلوقتي علشان ما تستنيش شهر يا نايم ويبقى في ضغط هيبقى في ضغط شديد جدا على الشبكه هيستنى بقى لشهر يا نايم يقدم الاقرار الضريبي بتاعه بس البضاعه دي وما نسيبش يا جماعه لو سمحتم الاقرار لاخر اسبوع لان لو الشبكه وقعت مننا في اخر اسبوع وعدى 31 وقعنا تحت طائله غرامه الفتره الاولانيه اللي هي 60 يوم التاليه لتاريخ اجل الاقرار فيبقى وقعت في غرامه 3000 جنيه الحد الادنى بتاعها فيبقى يبقى ما نسيبش نفسنا لاخر اسبوع ان هيبقى الضغط شديد جدا في اخر اسبوع كمان مش شرط تطلعها انت اهم شيء يكون معاك رقم التسجيل مش هتلاقي معاك بطاقه ورقيه على رقم تسجيل اه البطاقه رقم التسجيل الضريبي في صوره البطاقه
مشوار وقالت لي قبل ما تخلص بنص ساعة اتصل عليها عشان تجيلك يا عايزاك. طيب انت قبل ما تخلص بنص ساعة قول لي قول لها تيجي. احنا قدامنا ضمن نص ساعة تقريبا. اه ثلاثة 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 تسعة. دي الخطوة الأولانية في تقديم الأفراد. لما أكون عايزة كده هنا على الجوجل خش على حسابي جوجل على الجوجل هتخش بقى على الإقرار الضريبي قدم الإقرار الضريبي هتلاقي فيه إيميل بقى هنا اتفضل يا دكتور خالد هتلاقي فيه اللي ماشي. انا الوقت فيه معايا نموذج معايا نموذج محاكاه كده جاهز عشان ما نقعدش نحطه يوزر نيم وباسورد. نموذج محاكاه جاهز هنشتغل عليه. انا دلوقتي برضو انا المره دي داخلين بطريقه تانية مش المره اللي فاتت دخلنا على تسجيل الدخول من جوجل واحنا بنبحث. المره دي انا دخلت على موقع مصلحه الضرايب بيبقى بالشكل ده بلاقي في اول مكان في مكان بالعرض كده كبير اهوت تقديم الاقرار الالكتروني فدخلنا على الصفحه اللي احنا قلنا عليها بتاعه تسجيل الدخول. يعني اما بدخل على الصفحه الاولانيه ديت يا دي انا عايز اسجل مثلا يوزر نيم وباسورد بتاعي اللي دخلت بكتب اليوزر نيم اهو والباسورد ده طبعا نموذج محاكاه مش حقيقي يعني تمام وبقول له ايه سجل لا اللي بالانجليزي فتح معايا اهو تمام. اول ما بسجل كده طبعا صاحب الحساب ده اللون بالاسمر هنا اهو يبقى كده هو ايه جاهز ومفعل ان هو يقدم الاقرار. بدخل على الاقرار الضريبي بنلاقي بنقول اقرارات الدخل بنلاقي عندنا ثلاث انواع من الاقرارات. احنا كلنا خاضعين للاقرار الاولاني غالبا يعني لو انا فردي مهن حرة فردي خاضع للإقرار الأولاني اللي هو 101 طبعا 103 دوت سيارات لو واحد عنده سيارة أجرة أو نقل 105 لو واحد عنده العيادة بتاعته مؤيدة بمستندات ومعتمدة من محاسب قانوني بيخش على 105 يبقى لو ماسك دفاتر منتظمة بيخش على 105 لو من غير دفاتر ودي تقريبا الغالبية العظمى منها مش ماسكين دفاتر فبيبقى إيه اللي هو 101 بنخش هنا 101 بيقول لي أنت عايز تقدم إقرار سنة كام؟ بقول له والله انا عايز اقدم طبعا النموذج ده كان معمول على سنه 19 فبقول له انا عايز اقدم اقرار 19 السنه الجايه ان شاء الله هنختار 20 وبرده هيجيب لي 2 19 و 20 لو انا ما قدمتش اقرار 19 وعايز اقدمه السنه الجايه هقدمه بس هيبقى بعد الميعاد مش عايز اقدمه خلاص اختار 20 فاحنا هنختار 19 على اساس ان هو كان متصمم على 19. هنا بيجيب لي مجموعه جداول حوالي هما كانوا اول ما بداوا كانوا بادئين بسبع جداول النهارده وصلوا حوالي 12 جدول او 13 جدول لان كل فتره بيزود مثلا بعض الجداول على حسب بعض الممولين. انت حضرتك كطبيب ايه اللي ممكن بتخضع له ايراد الايه العياده وممكن تكون موظف فخاضع كسب عمل بتجيب مفردات مرتب ممكن يكون عندك مثلا محلات او شقق ماجرها فانت خاضع ثروه عقاريه لازم تحطها مش كده ممكن يكون عندك بتعمل عمليات في مستشفيات خارجيه مثلا او في جهات اخرى بخلاف مثلا جهه عملك فانت بيجي لك ايراد وبيتخصم منه نسبه ضريبه من كده ممكن يكون عندي عياده خارج مصر في دوله عربيه او اوروبيه فبرضه بيجي لي ايراد من العياده الخارجيه دي. اي دوله احنا مرتبطين معاها بمعاهده او اتفاقيه ضرائب مزدوجه ده لازم احط بياناتها هنا لان بيتخصم مني ضرائب هناك باجي اخصمها هنا او بدفع ضرائب هنا بيتخصم لي هناك بالمثل فلو ليا عياده في مكان خارجي برضه ليها مكان هنا. فالجدول فمجموعه الجداول اللي هتقابلني هنا الجدول اللي فيه ايراد يخصني بملاه مفيش ايراد يخصني بعديه خلاص. فنمسك مثلا اول جدول كده هو طبعا ممكن يجيب لنا هنا لو انا كنت دخلت على الحساب الثاني اللي هو حقيقي هيجيب لي هنا الجداول كلها مرصوصه قدامي هنا في سطرين 13 جدول تقريبا وبختار انا جدول بقى الجدول اللي يخصني املاه ما يخصنيش اعديه. هنا جايب النموذج ده دخل على الجداول على طول وبيعدي جدول بجدول برضه هي نفس الفكره. فهنا مثلا على سبيل المثال لو انا عندي مثلا مأجر شقق لحد فبرضه دي اسمها ثروه عقاريه فبقول شقه مثلا مكونه من كذا كذا المده قيمه الايجار مده الايجار مثلا 10 شهور بقول له اضافه. لو عندي شقه ثانيه او بيت ثاني او كذا او محل او كذا برضه اكتب الثاني وهكذا واضافه. ثلاث اربع حاجات مأجرها بيضافوا هنا بيتخصم لي القانون بيقول ان انت ما بتخضعش غير صافي الربح بتاعك بيجي من نص الايراد اللي بيجي لك من الايجارات يعني مثلا انا كان ليا 20,000 جنيه ايراد سنوي
خصم 10 وتبقى 10، هو دول اللي هيتحطوا على وعاء الضريبه بتاعك. فهو خصم على طول العشر، مجرد ما بحط انا بس الايجار الشهري ومده الايجار هو بيحسب الباقي لنفسه. لا، الضرائب العقاريه حاجه والاستغلال الثروه العقاريه حاجه. الضرائب العقاريه بيبقى على العقار نفسه، دي يعني بند لوحده وله ضريبه لوحده. من حقك ان انت تخصمها النهائيه لما تدفعها، تجيب الوصولات بتاعتها وتخصمها من الضريبه المقدره عليك في النهايه، لان ده برضه تبقى محسوبه تحت حساب ضريبه. يعني انا دافع ضريبه عقاريه في بند في الاخر خالص الجدول. مش احنا كنا بنقدم صوره مقربنه في الاول في الاقرار الورقي؟ في الاخر خالص هوري لحضرتك. طب لو انا ليا مرتب واخد اجازه هوري لحضرتك برضو صفحه المرتبات. خلاص يبقى الجدول هنا ايه؟ الجدول هنا لو عندي ثروه عقاريه، ما عنديش خالص هعديه ويبقى اصفار. ثروه عقاريه اي حاجه انت بتاجرها دي عليها ضريبه. اي حاجه انت بتاجرها ودخلها راجع لك انت شخصيا بتراضي وما باجرهاش، ما فيش عليها اي حاجه. لا ما تكتبهاش الا اذا بعتها. اذا بعتها بعتها المفروض ان جاي لك ربح من وراها. خلاص لو بعتها في حاجه اسمها تصرف ضريبه تصرفات عقاريه اللي هي الصفقه اللي هي البيعه الواحده بس في العمر، او لو تكررت البيعه بتبقى اسمها ايه بتاع استثمار عقاري. ماشي. طيب هنا الجدول اللي بعد كده لو انا عندي اوراق مال. طب نتكلم على الموضوع العقارات ديت في الاخر حضرتك، نتكلم فيها حضرتك نتكلم فيها باستفاضه يعني. ماشي. لو انا عندي اوراق ماليه مقيده في البورصه وخدت عليها ارباح، بحط الارباح بتاعتي والضريبه المخصومه واضيف لو عندي اكتر من ورقه. ما عنديش بعد الجدول. لو عندي اذون خزانه برضو، اشتريت اذون خزانه او سندات خزانه، برضو بحط التوزيعات اللي موجوده عندي، ولو مخصوم عليها ضريبه بحطها. ما عنديش ما بعديها. وهو بياخد الكلام ده كله، مجرد بس ما بحط الاساس هو بيكمل الحساب الضريبه بتاعتها وبينقلها للجدول النهائي اللي هو بتاع التفصيل الاجمالي اللي في اخر الاقرار. خلاص يعني بينقل كل بند في المكان بتاعه. يعني لو انا ليا 100,000 جنيه في البنك مثلا، احسب ارباحهم ازاي؟ 100,000 جنيه معلش اي حاجه، انت حط فلوس زي ما انت عايز تحط ولا اي حاجه. معلش ارباح ولا لا ارباح ودائع؟ لا ارباح اسهم وسندات دي اللي خاضعه. يعني ارباح ودائع لا. هيحطوهم ما يحطوهمش ولا لهم علاقه. ما لهمش بند هنا. ارباح الودائع معفيه، انما ارباح الاسهم والسندات الخاضعه لها مكان. خلاص طيب ماشي. خد راحتك. ماشي. طيب صافي الربح السلع المسعره جبريا ده خاص بالانشطه التجاريه. لو انا عندي نشاط تجاري ارباح وخسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيع برضو ما برضو خاصه لو انا مستثمر في بورصات اجنبيه. ايرادات المهن الحره، دخلنا بقى حاجات خصنا احنا بقى لسه، بس ده جزء منه. ايرادات المهن الحره وغيرها من المهن الغير تجاريه المحققه في الخارج، انا ليا عياده في خارج مصر وبيجي لي من وراها ايرادات، بس تكون مخضع يكون في ارتفاقيه بيننا وبين الجهه دي الدوله دي. فمثلا على سبيل المثال انا هنا مثلا في الصين عملت مثلا شغل عندهم قيمته كذا، دفعت ضريبه محسوبه كذا والضريبه المحسوبه في سنه اقرار كذا، وبحسب الكلام ده كله واقول له اضافه. عندي مثلا في دوله تانية برضو هنا كده نوعها كذا وعملت كذا وضريبتي كذا واضافه. باخد الكلام ده برضو بيترحل عندي في الصفحه الاجماليه النهائيه. يبقى ده اول حاجه ايه خاصه بالمهن الايه الغير تجاريه. ما عنديش حاجه خارج مصر، عد الجدول ده. توزيعات الارباح الاسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص. حضراتكم مش هيخصكم الجدول ده الا في حاله واحده، لو انا شريك في شركه. المفروض لو انا شريك في شركه بيطلع لي حصه ربح كل سنه، حصه الربح دي بحطها هنا بيتخضع جزء منها للارباح الفرديه اللي هي بتاعه الشخص الطبيعي. في الشركه بس مش مفعله. لا مش مفعله، انا بتكلم لها ملف ولها نشاط عندنا. ما لهاش ما اعرفش عنها حاجه. لا في ملف وكل حاجه بس ما فيش شغل. ما فيش ارباح؟ خلاص ده لو حصلت على الارباح يبقى الحصه بتاعتك بتحطها هنا جزء من الايراد بتاعك من صافي الوعاء الضريبي بتاعك. ما لكش خلاص. بنعديها. قيمه الاعمال التي قام بها الاطباء
بتنفيذها لحسابهم الشخصي بالمستشفيات. يعني عملت عمليات بره الشغل بتاعي، انا مثلا في استاذ في الجامعه بس بعمل مثلا في مستشفيات خاصه ولا كده او في اي مكان تاني، بقول بحط اسم الجهه بتاعتي واحط العنوان بتاعها وقيمه الاعمال اللي انا عملتها وقيمه الخصم اللي هم خصموه مني، ما بيخصموا تحت حساب الضريبه، واقول له اضافه. عملت في مكان تاني اشوف مثلا كم عمليه عملتها خلال السنه واحطهم هنا واعمل اضافه، هو هيجمع لي ويخصم الضريبه بتاعتهم ويجمع الصف بتاعهم عشان يحطوا في بند معين في الاخر. خلاص. بعد كده الايرادات الوارده باقراض، لو ده الكلام ده لو انا مسجل قيمه مضافه بحط الايرادات الشهريه بتاعتي. طبعا كلنا تقريبا مش مسجلين قيمه مضافه فبنعديها. صافي ربح، لو انا عندي سياره اجره او سياره نقل باسم العياده بتاعتي او باسم المكان وبستغلها لحاجه معينه بحط لها هنا ايراد برضو، بملى بحط البيانات اللي على السياره. لا مال اجره ملاكي، لا اجره او نقل، اجره او نقل. ها بتدخل بتجيب له دخل، فطبعا بيحط رقم العربيه ورقم الموتور ورقم الشاسيه ونوع الوقود ونوع القائد، هو بيحسب بقى كل حاجه، الايراد اليوم ونسبه الربح وكل حاجه وفقا لجداول معينه عنده بيحسبها وبيجمع صافي الربح بتاعه. المرتبات، حضراتكم اكيد اكتر من واحد عنده مرتب موظف، فهنا بقى نعم او معاش. لا معاش خلاص، معاش معاش خلاص، ملوش يخضى حاجه. لا هنكتب ده، هنكتب ده اقتراح وارد من الاطباء نفسهم. فهنا بقى لو انا عندي ايرادات عن اعمال مؤداه في مصر بكتبها هنا، عندي ايرادات عن اعمال مؤداه في الخارج اللي هي كانت تنعم من لها جدول هيجي على طول الرقم بتاعها هنا. مفيش معاش، لا ما هو انت خاضع ضريبه مرتبات اكتب، مش خاضع ما تكتبش حاجه ولا تقول تمهولك برضو تحت الحساب لما بيبقى فاضل جزء حساب بيقسمه بعد كده. ما هو ده تحت حساب لما بيتعمل تسويه في اخر السنه، هو بيعمل تسويته برضو، دي مش ملهاش دعوه. ما اصل ما حضرتك انت دلوقتي هنفترض ان صافي دخلك من المرتبات وليكن 20000 جنيه في السنه بعد ما خصمنا ضريبه كسب العمل منك في الشغل وكده وعملنا لك تسويه، الصافي طلع كام؟ 20. وصافي دخل العياده مثلا 50 بقينا 70، وعندك ثروه عقاريه 20 بقينا 90. بجمع بقى كل ده واشيل لك منه الشريحه اللي هي المعفاه بتاعتك اذا ما كانتش اشتغلت مع المرتب، اذا ما كانتش اشتغلت مع المرتب، وقام انا مخضع كله الضريبه. طلعت الضريبه مثلا وليكن 100000 جنيه عليك، انت دفعت منهم ضريبه ثروه عقاريه 50 اقسم لك ال 50%، دفعت منهم ضريبه كسب عمل 20 اقسم لك ال 20%، يبقى 70، يبقى الباقي عليك 30000 جنيه تدفعهم. مثلا كان في هدفع 10000 هم في الشغل مثلا خصموا 8 وال 2000 التانيين خصموهم بعدين. برضه ده لغايه الحد المعين بتاع المرتبات، ده جزء من دخلك او وعائك الضريبي. في الشغل. أنا كل اللي خلصوه منك ودفعته في الشغل هنخصمه لك تاني من الضريبه النهائيه بتاعتك، كانك انت اتخصم التاني. بتجيبها انت من الشغل. خلاص. هنا مثلا الايرادات عن الاعمال المؤداه في مصر وبلغ مقابلها من ودفع مقابلها مصدر اجنبي، حاجات اسمها بقى الاشخاص المقيمه وغير المقيمه في مصر وكده. مرتبات ومكافئات اعضاء مجلس الاداره لو في برضه بحط، ما فيش خلاص بعديه اي بند هنا اللي هي فيه حاجه بحطه. جمله الايراد الخاضع طلع مثلا 20000 جنيه و900. خلاص هو بينقله لك، الاحمر ده هو اللي جمعه بنفسه، يعني بيجمع لك الحاجات اللي انت حطيتها ويجي وبعد كده ننقل. لسه في صفحه ثانيه المرتبات برضو، اي حاجه مثلا في عقارات علاوات خاصه مثلا غير مضافه للمرتب، الكلام ده كله بيجي في المفردات المرتب اللي انت بتجيبها من الشغل. البند اللي موجود بنحطه، مش موجود ما بحطوش. خلاص لغايه ما اوصل لايه؟ لصافي الايراد في النهايه. هنا بقى ايراد المهن غير التجاريه، دي شغل العياده بتاعتك او الفروع بتاعتك. ما انا ممكن يكون ليه اكتر من فرع العياده، كل فرع عياده هعمل له صافي ربح واحط الصافي بتاعه. يعني مثلا هنا بكتب المهنه بتاعتي وعنوانها، المركز الرئيسي لان هو المركز الرئيسي اللي بتحاسب فيه، ماشي. وبعد كده الفروع، لو عندي اكتر من فرع هقول فرعين ثلاثه، لا يوجد فروع زي ما انا عايز اكتب. فرع مثلا، فرع الاول بعنوان كذا، فرع تاني بعنوان كذا، كل سطر احط فيه اسم فرع. بعد كده يا اما اجمع الفروع كلها
صافي صافي واحط كل واحد مع بعضه، او اجمعه كله في ورقه واحده واحط رقم واحد لغايه ما اجي اتحاسب مع المامور في الماموريه وابقى اديله التفاصيل اللي هو عايزها. الاقرار ده يخص حضراتكم فقط، انا ماليش علاقه بيك كمصلحه ضرائب، حطيت فيه كتير حطيت فيه قليل انا ماليش علاقه. العلاقه بتاعتي هتيجي امتى؟ ساعه ما ابص على الاقرار في الماموريه وابدا افحصه واحاسبك، اقول لك بقى الرقم ده جبته منين ومسندك ايه والرقم ده ما جبتوش ليه وهكذا، ونشوف لو في ارقام انت ما قلتهاش نحطها، لو في ارقام انت قلتها تاكد منها وتثبت منها وكده. فالاقرار ده يخص حضراتكم فقط، انا ماليش علاقه فيه، حطه كتير حطه قليل حطه ما كسبتش خالص، اللي انت عايز تحطه حط. لا طبعا لازم يبعت لك، لازم عشان يحاسبك. يعني من اساسيات الفحص الضريبي ان انا اعمل مناقشه ومعاينه للمكان عشان اتاكد. دي ترجع للمأمور. كنا زمان في عينات، دلوقتي ما عادش في عينه، في فحص مباشر. ماشي؟ يعني دي ترجع للمأمور برضو. لو المأمور كان مثلا جالك السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها وعارف مثلا مستوى العياده بتاعت حضرتك ايه ممكن يشتغل عليه، مش عارف ومأمور جديد جه ممكن غالبا هينزل مره يشوف العياده شكلها ايه. فبترجع لتقدير المأمور في النهايه. المهم بنكمل هنا بقى، بحط بقى اي ايرادات ليا، لو انا بعت حاجه، لو ان علامه فكريه، علامات بيع مثلا اصل من الاصول المعنويه اللي عندي، اي حاجه بحطها هنا لغايه ما بوصل للنهايه وبيجمع لي صافي الايراد والوعاء بتاعي وبنقله للصفحه اللي بعد كده. الصفحه ديت اللي هو جدول الاقرار التفصيلي. جدول الاقرار التفصيلي ده برضو في جزء منه بيخص الارباح التجاريه وبيخص في جزء منه بيخص المهن الحره. اللي يخص المهن الحره اللي انا هحطه هنا، اللي هو الحاجات اللي انا خدتها اللي هي وصلت معايا ل 37000 جنيه و200 جنيه 37200، ده صافي الربح الانشطه الاخرى وصافي الربح اي حاجه بقى متجمعه، اوراق ماليه مش عارف حاجات كثيره، ولو في مصروفات عموميه عايز احطها، ولو ان في المهن الحره هو بيخصم لك الايه؟ احنا عارفين كلنا بنخصم 10% مقابل الحصول على الايراد. يعني لو انا دخلي 100000 جنيه في السنه بقول ايه؟ هو 90000 جنيه، 10 جنيه مقابل الحصول على الايراد، والباقي بتاعك 90000 جنيه هو ده الوعاء الضريبي بتاعك. مقابل الايراد. دي نسبة مخصومة بنص القانون اللي هي ال 10%. بالنسبة للعيادة عشان يبقى كلنا مخصومة على اساس اللي هي ايه؟ مثلا سوري القانون حسب نسبة 10% من اجمالي الدخل. واحد مثلا في الكشوفات في عمليات سواء عنده او في مكان تاني يجيب دي ويجيب دي ويجيب دي الكشوفات. انت بتجيب كل الايراد بتاعك، كشوفات، عمليات، استشارة، لو كان في قيمة الاستشارة المفروض بتجمع الحاجات دي كلها وتحطها كرقم، وبعد كده أنا هسألك فيها بقى بالتفصيل وأنا بفحصها. هنا بقى جينا للصفحة اللي هي بقى الصفحة ديت اللي هي صفحة، عارفين الصفحة اللي تبقى بكربون، الصفحة اللي بكربون في الإقرار الورقي اللي احنا بناخد الصورة بتاعتها، هي دي الصفحة بتاعتنا اللي بكربون. صفحة الكربون ديت بيقول لك رقم أعمالك السنوي من كل أنواع دخلك 37000 جنيه و500 375000 جنيه و300. عارفين انتوا في حاجه اسمها المساهمه التكافليه اللي هي التامين الصحي الشامل اللي بيخصموا 2.5 في الالف، هو قال لك خلي بالك انت عندك 2.5 في الالف قبل ما نتكلم في اي ضرائب، الاثنين دول قيمتهم كام على 375 دول؟ قيمتهم 938 جنيه، هو بيحسبهم لك ال 938 جنيه عشان تخلص اقرارك، مش شرط تدفعهم، يعني تدفعهم اختيارا اثناء تقفيل الاقرار براحتك، انما الاقرار عشان يسمى عند المامور ان السدد لازم يكون اصل الضريبه السدد، لكن مش شرط اللي هو الايه المساهمه التكافليه، بس هتدفع برضه لانها بتبقى ايه امانه عند مصلحه الضرائب بتروح لمنظومه التامين الصحي الشامل. انا ماليش علاقه بيك بالمعاشات خالص غير في دخلك من العياده او العمليات، بس دخلك من العياده والعمليات بس. ماشي؟ انا ما انا هقول لك بعد ما تخلص هقول لك هتسدد ازاي، هنخلص الوقت هقول لك هتسدد ازاي. مش في الشرط فوري. العمليه سي مثلا حاسبينها قيصريه بخمسه قروض، ما بيحشوش منها، ما بيحشوش منها بقى المستشفى، التخدير، المساعدين، الكلام ده بيتحسب القيمه دي، انا احسبها انا ازاي؟ احسبها بالطريقه اللي تعجبك في الاقرار. ما انا واخد بالي، يعني مثلا هي العمليه 5000 انت ما خدتش مثلا منها الا 2000 والباقي بقى بقيه الطقم المساعد، مش كده؟ انت حط ال 2000 بتوعك، يعني اذكر ال 2000 بتوعك اللي هم موجودين عندك.
ماشي. انت قلت ايه مثلا بخمسة العملية؟ قلت مثلا انها بخمسة مثلا. مثلا. اه. قال ايه عمت على المعاش عمري ما خدت خمسة. حط 1000 وحط 500 اللي انت عايزه ده اقرارك حط فيه ما شئت. ما شئت حطه فيه في من ارقام. عدد لا انت بتحط اجمالي. حط اجمالي هنا بس. وانت بقى في المناقشة مع المأمور هيقول لك الحاجات دي كلها. بس انت تبقى عارف انت اقرارك انت عامله على اساس ايه. احنا كنا بنقول الرقم قبل كده احنا كاطباء ناس كنا بنقول يعني مجمل دخل قبل كده. اه كان خلونا حسب يوم الدكتور عايز دلوقتي دخلنا في طيب هقول لحضرتك. طب الاستاذ احمد عايز يرد على النقطه دي. الاستاذ احمد عايز يرد على النقطه دي. انا لما باجي احاسب الدكتور ايه بعد القصه دي دلوقتي الدكتوريه دي دقيقتين وبعدها نرجع لها تاني. لما كنت باجي احاسب اي طبيب هفترض ان الطبيب بطل كنت بحاسب على الكشوف بس. طيب هفترض ان الدكتور نسى ولاد بحاسب على الكشوف عمليات سواء قيصر او طبيعي جاي جح تركيب سواد او ما شابهش. ويجمع لهم كشوف على عمليات سواء كبرى او صغرى او جاي او جح او ما شابه ذلك وبجمعهم تحت كده وانفصل منهم 10% يعني انا بشغلك بقى مامور ضرايب لمده دقيقتين كانك بتحاسب نفسك اه يعني انا هفترض ان انا مثلا دكتور نسا وكان خلينا ده مثلا كتيره يبقى الكشوف الاول بند الكشوف تحتيه بند العمليات قيصري الطبيعي طيب باجي بقى اقول بحاسبها ازاي حاسب مثلا دكتور عمان ازاي سي مثلا 3 كشوف في اليوم في سعر الكشف 50 جنيه يبقى 150 جنيه ماشي في اليوم طيب في السنة كذا باجي على البند الثاني العمليات القيصرية عملية مثلا كل شهر سين العملية دي انا مثلا ب 1000 جنيه يبقى في كذا يبقى في السنة كذا بجمع البنود ده واحطها تحت طلعت مثلا سين 100000 بخصم منهم ال 10% مقابل الاستهلاك المهني اللي هو القانون نصها اي نشاط له تكلفة حلو تكلفتك انت كدكتور او كطبيب بيخصم منك 10% مقابل الاستهلاك المالي. بس دي ما بتجيش للوعاء. لسه ما بتجيش للوعاء. بس ما بتجيش 10%. ما انا اقول لحضرتك ما انا بخش كذا والعمليه بتاخد كذا. ما انا لما باجي احاسب سعادتك. مستهلكات ما انا هرد اهو. انا يا باشا لما باجي احاسب سعادتك. انا من حته ولا انا في حته. واخد تاكسي مادي وتاكسي راجل. من غير ما اخد تاكسي لما باجي احاسب سعادتك. بروح اقول ده وقلت العمليه القيصريه ب 1000 جنيه هو في عمليه قيصريه ب 1000 جنيه نعم مفيش كده دي معروفه عند الناس كلها في دماغ الناس كلها المأمور بيراعي ده كل المأمور بيراعي الكلام ده بيراعي ان هناك مصاريف اخرى ما اظنش ان في حاجه بتتحط بحقيقتها خالص في المهن بالذات في المهن الحره بالذات مقابل شيء يعني بالظبط حاجه بتقول كده ايوه انا عارف يعني بتقابل الناس يعني محمود ما شاء الله عليه متساهل ويعني ايه ومتفاهم وفاهم وساعات بنقابل واحد ما تاخذنيش يعني ان هو صعب خالص احنا معاكم هو كده احنا معاكم من النهارده هو كده دكتورنا احنا معاكم من النهارده الى ما شاء الله لو قابلتك اي مشكله في اي مدرسيه ولا صفه وديه لا بصفه وديه يعني اي عليك حاسب بتاع يعني ساعتك لو عندك مشكله حضرتك تبع مريض ايه؟ من هنا بتاع اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي مأمورين اول يعني؟ اول وثالث احنا تحت هنروح للمأمور هناك يا عم فلان يا جهان يا مش عارف يا محمد يا مين خلصوا انت حافظهم طبعا بس انا هكمل لك اول وبعدين لو عايز تسال طيب انا لما باجي احاسبك ما بحاسبش كل الوقت احنا ما بنحاسبش 50% تقريبا من الحقيقه الكشف بتاعك مش ب 50 جنيه الكشف بتاعك ب 100 جنيه انا بعملك ب 50 جنيه وده كلنا بنعرفين الكلام ده وبنعمل الكلام ده يعني بس انا مش كده عندي برضه نقطه انتوا نفس العمل زي هنا بنتوزع جامعه ولا طبيب صح ده يجب ان يراعي كبير
تجاري وضرايب اخصائي وضرايب وضرايب كذا. فهي القصه قصه الميه الواحده ديت، الميه الواحده ديت اعتقد انها المفروض يتم لها تعديل ما. ما هو ده ده يجب ان يراعى. النقطه الثانيه هذا بنقوله ده في طريقه تقديم الاقرار نفسه. لابد ان يكون هناك حرص شديد من الاطباء عند تقديم الاقرار. ايوه ما احنا قلنا الاقرار ملكك انت، حط فيه كيفما شئت. ليه بقى؟ ده تاني زي ما قلت لحضرتك ان انت دلوقتي لو بتشتغل 6 ايام في الاسبوع بس انت في الحقيقه بتشتغل 4. بالظبط. هو قام ضرب في 6 بدل ما يضرب في 4. بدل ما يضرب في فتره يضرب في 2 الفتره 4 ساعات على ما هو المأمور هيعرف منين لو انت ما قدمتش اختار بكده؟ لازم انت تقدم اختار تقول انا بشتغل 3 ايام في الاسبوع، يومين في الاسبوع، 4 في الاسبوع. لو الاختار بتاعك عشان كده احنا بنفكر نجي هنا محاسب في النقابه، بنفكر كده فعلا. يجيب محاسب في النقابه يقدم الاقرار. ليه؟ وبخاصه يكون محاسب منتمي للدراسه. السلام عليكم. يا باشا احنا تحت امركم واحنا محاسب. انا في المحاضره. مش هنسيبك. بفهم. بفهم. يعني ربع ساعه كده ان شاء الله. طيب ولا نص ساعه. الكلام بقى، نص الكلام. يعني اذا الدكتور خالد قاله دلوقتي اللي هو بند العياده او بند الاعراض المهني، انا بجمع الكلام ده كله سواء شوف او عمليات صغرى او عمليات كبرى وكلام من ده، وطلع مثلا 100,000 جنيه، قوم حاطط 100,000 جنيه. باختصار شديد جدا. طيب زي ما الدكتور اسامه بيقول كده ما بعد بس بقول لك اكذب علينا، اكذب علينا لان احنا مش هنحاسبك. يعني انت هتقول لي انا بعمل كشفين، انا مش هصدقك، انا مش هاخد كشفين، لا انا هعملهم 5. طب لما سعادتك بقى تعملهم 5 هتقول لك 10. طب لو عملت 10 هتقول لك 20. لا اذا زي ما الدكتور خالد بيقول لك زي ما الدكتور خالد بيقول سعادتك صح، زي ما الدكتور خالد بيقول لك لا اقرارك الضريبي اعمل فيه كيف ما شئت. ازيك يا دكتور عمرو؟ ازيك يا دكتور عمرو؟ صحته غيري؟ لا هو ركز كده بس، احنا قلنا كده ان شاء الله ان شاء الله 0122 109 277 9 حاسب عشان ما تلبسش نفسك في شجره. لو كتبت معايا ولا كتبت ما فيش حاجه بقى. لا انت حر بقى، اقرر اكتب فيه اللي انت عايزه، اكتب فيه اللي انت عايزه، اكتب فيه العدد الكشوف اللي انت عايزه، عدد العمليات اللي انت عايزها سواء صغرى او كبرى، اكتب السعر اللي انت عايزه. اكيد طبعا اكيد طبعا بيراعى اكيد فروقات معينه ما بين العياده واخرى يعني. طيب فده الموضوع باختصار شديد. طيب اي مشكله غربيه بقى اي استفسار انا معاك. تمام انا معاك. انا قعدت ماسك التكاتر 15 سنه وانتم مكسب فينا صراحه. فاي سؤال لاي حد استفسار لاي حد احنا تحت امرك. نقفل بس الاقرار الضريبي عشان الموضوع اخر نقطه بس. احنا بعد ما بنخلص اهو كل جدول انا عملته بينزل لي هنا خانته. يعني مثلا هنا صافي مرحل من جدول المرتبات، هنا مثلا مرحل من ايه؟ مرحل من قائمه التفصيليه، قائمه الاقرار التفصيليه، مرحل من جدول المهن، مرحل من جدول الثروه العقاريه، وهكذا، بيرحل الكلام ده كله لغايه ما يديني الوعاء الضريبي صافي الضريبه المستحقه 11600. بعد صافي الضريبه المستحقه 11600 الاقي هنا ايه؟ لو في ضرائب مدفوعه قبل كده هيخصمها لي. فروق ضريبيه من كذا بيخصمها، ضريبه ثروه عقاريه بيخصمها. تصرف وهكذا بيخصم اي ضرائب هنا انت ده موجوده عندك اكتبها واخصمها من ال 11000 دول. هيتبقى لي من ال 11000 مثلا وليكن 10000، هيتبقى لي 5000 هي دي الضريبه خلاص المحسوبه بتاعتي. ال 11000 جت منين؟ ال 11000 ما هي لم الوعاء الضريبي. هو بيحسبها؟ لا هو بيحسب، انت مجرد بس بنوصل لوعاء الضريبي الكل داخل. بيخصم لك ال 15000 جنيه المعفيه، وبعد كده بيضرب لك في شرائح الضريبه ويطلع لك الضريبه محسوبه. طب لحظه بس. ليه؟ دي كل الضرايب بقى بتاعتك اتجمعت في وعاء واحد اللي هي الصفحه دي، دي اللي بتلم كل الاوعيه الضريبيه اللي احنا اتكلمنا عنها. ما انا هقول لحضرتك اهو بقى هندفع ازاي بقى. طب نشوف كده هندفع ازاي.
هنشوف كده ندفع ازاي. انا وصلت هنا ان الضريبه بتاعتي كام صافيها بعد ما خصمت الضريبه المدفوعه مقدما 10000 جنيه. اروح كده؟ مش احنا قلنا من شويه في فترات انا كنت توقفت عنها، مثلا توقفت 5-6 مرات، بدل ما انا اعمل حسابي مثلا على 200 يوم في السنه، لا ده هم 150 يوم جمعتهم مع بعض كده طلعوا 150 يوم، مش كده؟ ال 150 يوم هعمل حسابهم في الاول وانا بعمل. لكن انا لو توقفت مره واحده فتره مثلا 5 اشهر، يعني مثلا انا توقفت مثلا من 1/6 سافرت، فانا ليا مثلا 5 اشهر قبل كده اعمل، او انا كاتب هنا الفتره ايه من 1 يناير 2019 واختار الفتره ان هو ايه لمثلا 30 مثلا ايه 30/6/2019، يبقى انا هناك 6 شهور بس اللي اشتغلتهم. يبقى انا بقول ان الوعاء اللي انا كتبته ده اهو يخص 6 شهور بس، الوعاء اللي انا كتبته ايه يخص 6 شهور. انما انا مثلا في الاول عامل حاجه تخص 150 يوم 200 يوم، انا باختراطي بقى باختار للمأموريه بقول لان المأموريه هتعرف منين ان ده وعاء سنوي ولا وعاء جزئي في فتره من الزمن، لازم اختار المأموريه اقول لهم ده انا بشتغل 5 ايام في الاسبوع، بشتغل يومين في الاسبوع، بشتغل 3 في الاسبوع، او مثلا يومين مثلا في المكان الفلاني ويومين في المكان الفلاني. المكان الاولاني مثلا في مدينه هيبقى معروف ان دخله اعلى، المكان الثاني في قريه ممكن يكون دخله اقل، وهكذا. يبقى لازم اختاري للمأمورية هو اللي هيحدد كيفية الحساب اللي انا هتحاسب بيه. ده اختارك انت، بتعرفنا بقى بس انت نظامك ايه في العيادة بتاعتك. هيجيبوا الحساب هنا اوتوماتيك عادي على حسب الخمس سنين. لا، يبقى انا عارف ان الدخل بتاعك اللي انت حاطه لي اهو ده يخص 3 ايام بس، او عارف ان الدخل ده يخص الاسبوع كله. تمام؟ طب بعد ما بخلص الكلام ده اخلي بالي بقى من الملحوظة هنا. انا خلصت الكلام ده بقول له احفظ الاقرار. في هنا عندي حفظين، نوعين من الحفظ. كل جدول بكتبه ممكن احفظ الاقرار فيه مؤقت بدل ما ارجع عيد. مثلا نفرض مثلا الاقرار عملته على يومين 3، انا ليه اقراض مثلا من الاسهم وليه اقراض من عياده تانية وليه اقراض مش عارف كذا مرتبات لسه ما جبتوش، فانا عملت النهارده اقراض العياده ولسه ما جبتش الكسب المفردات المرتب، فبدل ما عيد الكلام تاني يوم اعمل حفظ مؤقت. الحفظ المؤقت ده لا يرتب عليك اي التزام. يبقى الحفظ المؤقت ده لو انا عملته اللي هو على الجنب ده، مجرد ما بوقف على السهم اللي في الجنب ده بيقوم فاتح لي الحفظ المؤقت ده، لا يرتب عليك اي التزام. اتفضل تحت امرك، خلي بالك من السلك. السلك 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 خلاص. يبقى الحفظ المؤقت الحفظ المؤقت لا يرتب اي التزام على الممول اللي بيقدم الاقرار، انما الحفظ النهائي ده هو الخطير، اخلي بالي منه بقى. يعني حتى في الحفظ المؤقت جنبه كلمه معاينه اقرار، ممكن اعملها اشوف الاقرار الورقي اللي انا كنت بعمله، هينزل لي ملف بي دي اف على طول على الجهاز بتاعي، الملف البي دي اف ده اشوف الاقرار برضو، ممكن اكون انا غلطت في رقم ما خدتش بالي من رقم احيانا. ودي لسه حتى الحاله ديت اول امبارح موجوده عندنا في المأموريه، ممول كتب الاقرار وقعد ايه الحفظ كده على طول، هو عمل كام اقرار، محاسب قانوني كمان، عمل كام اقرار وكان اقرار سيارات نقل تقيل، فقال على طول حفظ وقام عامل حفظ اوكي. هو بيدي لك رساله هنا تحذيريه بيقول لك خلي بالك الضريبه بتاعتك كذا، ولو عليك ضريبه مثلا سندات كانت كذا وهكذا، بيجيب لك رصيد الضريبه بتاعتك قبل ما تقول اوكي. قبل ما تقول اوكي قول اتاكد من الضريبه، لان لو كانت كتيره مش هينفع تعدل الاقرار الا لما تدفع الضريبه الكتيره. يعني المحاسب اللي كان بيكلمنا والامبارح ده كلمني عمل الضريبه المفروض 6000 جنيه حاسبها للممول، اتحسبت معاه بطريق الخطا طلعت 33000 جنيه، وقام عامل على طول اوكي من غير ما ياخد باله ولا يقرا الكلام، هو في دماغه ان انا حطيت كل حاجه سليمه. ال 33000 جنيه دول خلاص لازم يروح يدفعهم في المأموريه، ومش هيعرف يعمل معدل الا لما يدفعهم. السيستم معمول ان الاقرار المعدل، لا يعني في عندنا هنا اقرار معدل اللي احنا عملناه ده اصلي، المعدل ده ما ينفعش اعمله الا لما ادفع ضريبه الاقرار الاصلي حتى لو كانت الزياده. ادفع ثم عارض. فيها مشكله كبيره بقى، يعني انا وجهته واتصل حتى بخدمه الخط الساخن، قالوا له لازم تيجي لنا بقى في مصر الممول نفسه، يجي بنفسه في الاداره المركزيه في مصر قواعد بيانات ويقدم طلب ويراجع الاقرار معاهم وهو قاعد، ويفتحوا له الاقرار بقى اللي فيه امكانيه تعديل عشان يعدلوه من مصر. خلاص؟ فيبقى نخلي بالنا قبل ما اعمل حفظ نهائي اتاكد ان الضريبه سليمه، والا هضطر ندفع الضريبه الكتيره اللي طلعت بالخطا. ما عجبتنيش بقى وانا اقول له كنسل. طب السداد بقى ازاي؟ السداد دلوقتي انا بعد ما عملت الاقرار وعملت اوكي هيديك رساله كده سيتم ارسال الاقرار للمأموريه. قول له اوكي. معنى كلمه ان انا ارسلت الاقرار للمأموريه
كان خلاص انا وصلت الاقرار للمأمورية وتفاديت اي غرامات تجي لي نتيجه التاخر في تقديم الاقرار. انما لو ما عملتش ارسال الاقرار للمأمورية، واحنا قلنا ارسال الاقرار مسؤوليه الممول بس مش مسؤوليه المحاسب بكمان، يعني المحاسب ممكن يعمل لك الاقرار ويعتمده لكن مش هيرسله. ليه بقى؟ لان لو انا عملت حفظ للاقرار كاني كتبت الاقرار وحطيته في الدرج وما اديتوش للمأمورية، المأمورية تعرف عنه حاجه؟ ما تعرفش. فبالتالي لو ما وصلش قبل يوم 31/3 يبقى كانك ما قدمتوش ووقعت تحت قله الغرامه. لازم تقول موافق على ارسال الاقرار للمأمورية. وصل الاقرار للمأمورية، دفعت فلوس؟ لا لسه ما دفعتش. قدامك 30 يوم تدفع خلالهم، والا بعد مرور 30 يوم من تاريخ انتهاء اجل الاقرار هيتحسب عليك غرام التاخير وفقا للمقدره من البنك المركزي. يبقى اذا ايه، انا ليا 30 يوم ادفع الضريبه، ممكن ادفعها بقى مره واحده مرتين ثلاثة، المهم قبل ال 30 يوم ادفع الضريبه بتاعتي. ادفعها بقى عن طريق المنظومه زي ما انا دفعت الاشتراك ماشي، ادفعها عن طريق المأمورية ماشي، ادفعها عن طريق البنك ماشي، اخد مثلا رقم بروح اعمل ابلكيشن كده بملف المأمورية واختمه. الفتره الضريبيه افكار الكتاب هنا اللي هو غلط الفتره الضريبيه دي بعملها، يقول لي الضريبه بتاعتك 2019 ضريبتها كذا، بقول له اه اوكي اغلق، يقول لي حطه مستند السداد لو المدفوعه الالكترونيه، بحطه مستند السداد الرقم التصديق اللي طلع اللي هو 18 رقم اللي كنت عليه في الاول، واقول له اوكي خلاص كده اغلق الفتره الضريبيه، مش محتاج اروح للمأمورية. المأمورية هيظهر عندها ان تم ارسال اقرار وتم سداده. انما لو ارسل الاقرار بدون ما اعمل غلط من عندي، يعني ما دفعتش، هيظهر في المأمورية تم ارسال الاقرار ولم يسدد الضريبه بعد. يبقى اذا غلط الفتره الضريبيه هو اثبات سداد ضريبه الاقرار. اثبات سداد ضريبه الاقرار. يبقى لازم اعمل الغلطه في الفتره الضريبيه، مش ما اكتفيش بس بالايه؟ بان انا سددت وخلاص، لا لو انا سددت عن طريق جهازي والفيزا بتاعتي اعمل الغلط وانا قاعد على جهازي. لو سددت في البنك او في المأمورية اخش على شرطة الحاسب الالي في المأمورية واعمل غلط الفتره الضريبيه، وكده يبقى انتهى كل دور في الاقرار، وانتظر لحين فحص الاقرار ومراجعته وفحص المنشاه بتاعت اي واحد فينا، واقدر ساعتها ان انا اقدم اي ملحوظات عندي او اي استفسارات بتكون عندي. انا مسدد على اكثر من مره بدخل فيه، انا مسدد على مرتين ثلاثه بالفيزا مثلا. دخل كل صفحه، اعمل صفحه وانتر، حط مثلا المبلغ كذا بالقسيمه رقم كذا او المدفوعه الالكترونيه رقم كذا، قسيمه رقم كذا مدفوعه كذا، وخلص المدفوعات وعمل خلاص. كده بنكون انتهينا من شرح منظومه الاجراءات الالكترونيه اللي قلنا مهمه جدا جدا، خاصه بعد قانون الاجراءات الضريبيه اللي هو 206 سنه 2020. بس اي استفسار تحت امرك. اثبات ان الدفع 18 رقم دول يطلعوا لي بيطلعوا لك هنا على الجهاز. على الجهاز لو انت دفعت بالورقه احفظه، بيتحفظوا عندك هنا في الجهاز نفسه. بيتحفظوا في الجهاز، يعني انت عايز تحفظهم كمستند الكتروني عندك على جهازك في اي وقت. لو المحضر ما احط الجهاز ده الجهاز بتاعي هيعمل الجهاز. ما اخدش رقم الورقه. لو عندك طبعه متوصله على الكمبيوتر اطبعها. بيطبعها. والاقرار برضه لو عايز تطبعه بعد ما تخلص الطبعه عايز تحتفظ بيه على هو مجرد ما بتعمل ارسال للاقرار بيفتح لك الملف بي دي اف عليه الاقرار كله. بي دي اف كلام تاني، وهنظبط محاسب معاهم ان شاء الله، ظبط محاسب معاهم ونعمل كده. ولو الاطباء محتاجين ندوه ثانيه هنعمل لهم ندوه ثانيه وثالثه ورابعه وعشره كمان. احنا معانا غلط. انا في ليا صفحه على اليوتيوب بالاسم اللي موجود عليها ثلاث حلقات مسجلين على الاقرار، وفي مجموعه برضه هتنزل الفتره اللي جايه ان شاء الله. لو في اي استفسار برضه صوت وصوره موجود عليها، زي مسجل زي دخل الاقرار زي اي حاجه. احنا شرفنا بوجه دكتور حسام ونشكركم على الاستضافه. We'll be right back.